I've graded the assignment. في حاجات غريبة شفتها في الأسايمنت، يعني في ناس أنا متوقع much much better than what I saw في papers. وفي ناس بقى on the other side are absolutely textbook correct solution down to the terms being used. حتى terms we haven't even mentioned. Perfect grammar, perfect explanations as if it's from a textbook. أو internet site or whatever. حتى أنا عملت comment قلت هو فين reference الشخص اللي شاول أسامي بس الشخص اللي عمل السيرش قلت له هو هي دي ليها reference because it's actually textbook correct. يعني منقولة مش عايز أقول منقولة، يعني هي exactly textbook correct down to the English, down to the terms being used. So this was a bit confusing for me. Do you understand me? Do you understand me? المهم انا كنت بقول ايه، بقول ان السوليوشنز او الاجابات اللي احنا كنا عاملينها are actually textbook correct من ناحيه يعني في كيس واحده، مش في كل الكيسز، ان هي كوبي او يعني تكنيكال. يعني عارف لما حد يحط لك حاجه سوبر كوريكت، طبعا I could have done the OCR and already عندي البرو فيرجن بتاع كام سكانر، I could have done the OCR and check it، بس انا مش عايز اعمل كده دلوقتي، مش عايز من اول interaction بينا او صفر ومش عارف ايه، ما حبش كده. ف I'm going to just say it out here، احنا we have agreed ان احنا مش هننقل من اي حته copy paste what you need to do. If you're going to research حاجه، even if you research it، I'm okay with researching it. But you need to write it in your own words and understand it. Like in the textbook, the maktub li da bil comma, bil apostrophe, bil punctuation marks, bil terms al kibira al tikallam ala al haga. It's really suspicious. Yeah. That can case tani. Ana aarif al shakhs personally yani. When aarif mustawa shakhs da fil programming, bas shuf the optimal solution to question number two. فدي كانت برضو بالنسبة لي كنت عايز اعمل سيشن وطب اشرح لي بقى الحاجة دي، بس برضو مش هعملها دلوقتي في المرحلة دي عشان احنا لسه ده كان اول انتراكشن ما بيننا. ان شاء الله لو يعني I request منكم ان احنا بعد كده واحنا بنشتغل ما حدش يكوبي حاجة من اي سورس اونلاين. You're free to look، مش انت قاعد في بيتك، you're free to look. انا مش بقول لك افتح الكاميرا وراقبك زي ما الناس الثانيه بتعمل. انا كده امتحاناتي حتى في الكليه بتبقى اوبن بوك اوبن نوتس اوبن انترنت، فانا كده بسمح لك تبص على الانترنت. Research whatever you want to research. See whatever you want to see, but you have to understand and express in your own words. يعني مش ببص اخد الكلام زي ما هو احطه بدون ما افهمه. That is not acceptable. I needed يعني some sort of guarantee ان احنا we understand what's going on. Okay خلاص خلصنا من الموضوع ده. And I'm not happy برضه من grades. انا في ناس انا متوقع منهم احسن من كده بكتير. Probably هم عارفين نفسهم يعني. انا كنت متوقع tens and nines and whatever. I saw fours and fives في ناس انا عارفهم. يعني انا عارفهم وبتinteract معايا ممتاز. وانا شايف ان انتوا كويسين قوي. I was a bit surprised by these grades. دكتور كانت مشكلتنا في الكويز ان احنا ما فهمناش الاسئله اصلا. يعني كنا متوقعين الامتحان يجيب طريقه وجاب طريقه ثانيه، احنا كلنا اتصدمنا. مش انا جبت لكم قبل كده سامبل كويشنز وبعتها وقايل لكم مليون مره قبل كده I will never ask you to memorize حاجه، هطلب منكم تبدعوا. What's new في اللي قلناه ده؟ اي دكتور، بس هي الكويشنز اللي كانت في السامبلز اللي حضرتك بعتها لنا احنا كنا شفنا زيها في السكشن، يعني نفس الستايل. احنا اتصدمنا. طيب خلاص حصل خير، بس هنستاذنكم من we do not expect ان احنا نشوف حاجه شبه حاجه ثانيه. اوكي ايفر، we are engineers.
we have the ability to create upcoming exams. عندي أنا ما ليش أبى أدخل رمل فود عندنا كلنا في القسم بحاول أعملها. بس عندي أنا على الأقل do not expect to see what you've seen before. We are not كليت أدب. We are كليت هندسة. مش بس كليت هندسة. إحنا كليت هندسة قسم كمبيوتر. إحنا مفروض الناس اللي بنبدع في هندسة. Please do not expect the final أو أي حاجة تانية هنعملها تبقى شفناها قبل كده. مش هنشوفها قبل. دكتور أنا فعلا ما كنتش مذاكر كويس. يعني أنا أصلا ما سبت سؤالين وحليت سؤال واحد. أنت لو شفت الكومنت هبعته لك يا عبد الرحمن. You just solved one question. وانا انت بتقول انا ما رضيتش افتي. يعني انا قلت للبشمهندس حتى قلت له انا لو مش عارف حاجه 100% او متاكد منها ما بكتبهاش. ما بحبش احور. وفي نفس الوقت انا فعلا ما كنتش مذاكر كويس خالص. انا في حاجات كنت داخل من غيرها. يعني كنت داخل من غير مذاكره خالص. خلاص احنا فلو ينفع نعوض في اي حاجه فعلا. ان انا هنتفق فعلا اكيد درجتي وحشه. انا لسه ما بصيتش بس اكيد درجتي وحشه. انا من الناس اللي انا كنت متوقع منهم احسن عشان انت راكب معاك في المحاضره. يعني انا فاهم الدنيا بس انا ما كنتش مذاكر كويس مش اكتر. يعني فاهمني يا دكتور. فلو فرصه تانية او اي حاجه نعوض بيها تعالوا نتفق مع بعض. اولا احنا كنا اوريدي طلبنا من الناس تعمل البروجكت الكود وكنا قلنا الكود هيبقى مكان الفلتس. هنعرف نخلصه ولا لا؟ في حد انا مش عارف يعمله. هو أنا بس في حتة وقفة فيها في الـ safe sequence بس يعني إن شاء الله النهاردة أبقى خلصتها. يعني أنا عملت الـ deadline لغاية آخر أسبوع. أنا نسيت إن هو النهاردة وحد سألني قلت له آخر أسبوع فخليته لآخر أسبوع. ده كان على الريبورت تقريبا مش على الـ ولا على الكود. شفته ونسيت تاني. شفته ونسيت تاني يعني. طب تمام كده كان نخلي بقى الريبورت والـ مع بعض يوم الخميس. If I make it كله مع بعض. أنا بحاول فيه يا دكتور بس أنا عندي مشكلة أصلاً. أنا عندي اللاب بايظ ولما جيت أصلحه كنت معذور عشان أنا كان عندي حالة كنت مخالط ليها ولسه دوك لسه هبدأ أروح المفروض أصلحه اليومين دول. تمام. أنا عندي مشكلة في حاجة تانية معاك يا أندرو بس مش هقولها دلوقتي. سؤال مرتين. أنا عارف إن السؤال التاني يعتبر أنا نقله. لأن أنا أصلاً الكودينج مش فاهمه كويس. طيب يعني that is not acceptable. That is not acceptable. حاولت أغير فيها دكتور. أنا قلت حضرتك أصلا ساعتها بعت حضرتك للتكر اسمه إيه ده الامتحان من غير واحد وثلاثة بس. لكن لما حضرتك زودت لي طيب قعدت أحاول بقى أجرب أعمله. لكن أنا أصلا في الأول كنت عامل واحد وثلاثة بس. يلا حصل خير. هننسى بس اللي حصل زي ما قلت لكم في الامتحان اللي فات ده. دكتور هونك كده حضرتك بعد المحاضرة خلاص يا أندرو انساها. أنا مش أنت بس. لا بعد المحاضرة فعلا. أنا محتاج المادة. ماشي نتكلم بعدين. بس قولك في multiple okay. people I have seen الحاجات pocket from the internet. It's very obvious. يعني this is not okay. أنا بعديها عشان احنا أول interaction مع بعض. بس انا لما يعني لما بلاقي حاجه زي كده عامه يعني النورمال كيسز انا بدي صفر صفر وما بتكلمش بيها. الجي بي اي بتاعي 4 الجي بي اي بتاعي 5 اول دفعه هي صفر. اوكي ف just because this is our first interaction ولقيت ان في ناس مش عامله كويس ناس عامله كويس كده انا عديتها. بس this is not مش هعديها تاني. بتبقى واضحه يا جماعه صدقوني. احنا يعني أنا بقالي like 20 years بدرس دلوقتي أو أقل من 20 years بسن 19 years أو 18 years بدرس. It is obvious لما بتقرا الورقة أنت بتعرف دي جاية منين. ف please let's not do this. Okay, let us talk about دلوقتي alternatives أو solutions للي حصل. Already can تعالوا بقى نستبدل مثلا. أنا عمال أنسى كل حاجة معلش عشان عندي اجتماعات كمية اجتماعات تتخلف عقليا يعني كل شوية في الكلية. ف I forgot the deadline factor. Let's make this deadline work for اخر الاسبوع عشان تبقى عندكم فرصه. يبقى كده لو انا هخليها اخر الاسبوع I expect كلكم هتقدموا لي الكود ده. فادي ال 12 على الكود انتهت. وهستاذنكم هنعمل مناقشات بعد لما اشوف الكود بس عشان اعرف اظبطها. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للحته دي. بعد كده كنت بقول ايه انا؟ كنا عايزين نعوض بقى الحاجه اللي حصلت. ايوه عندنا الدنيا ريبورت
معلش برد لحد من لكم على الواتساب عشان بيسأل سؤال برايفت. اوكي بس بعد كده ممكن ايه يعني عندنا الريبورت هيبقى عليه جزء تاني بتاع المادة دي اللي هو الـ 10 marks التانية. Then we can do something. I can تعملها امتى يا جماعة؟ تعملها امتى؟ تعملها امتى؟ مش عارف اعملها امتى. تحبوا نخلي الكود بتاع ال كنت طالب منكم تعملوا داسا صح؟ صح يا جماعه؟ اه يا دكتور. ايوه يا دكتور. نخلي الكود بتاع داسا بونص بدل ما يبقى جزء من الفاينل يبقى بونص على اساس ال عملتش كويس من الحل يزوده. هو كده الفاينل هيبقى تقيل قوي. هيبقى اوت اوف فورت. ما هو ده طبيعتنا كل فاينل سكت. لا 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 يعني خليها من التيم وركس بتاعت الفاينل. طب عامل ايه؟ واحنا ممكن يعني احنا لو مثلا الكود ده مثلا سوري الكويز اللي عدى ده خلاص الماركس فيه وحشة مثلا ممكن يعني نعمل حاجة اكسترا لكن خلينا التم ماركس حاجة اكسترا ما تتمتحن تاني الامتحن تاني. طب دكتور ممكن سؤال؟ تفضلي. شو هو ممكن مثلا لو يعني لو احنا الدرجات كلها في الرينج هتقول اربعات وخمسات او لا. يعني حد جاب على حاجة ناخد زي كيرف مثلا؟ no curves I don't do curves ده number one. نمبر 2 لا انا عندي عشرات وعندي تسعات وعندي ثمانيات وعندي سبعات عندي 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 الدرجات كويسه. هو بس الفكره ان انا مستغرب ان في ناس معينه انا عارفهم كويسين مش هنقول اسامي عشان ما حدش يعني يبقى دي برايفسي برضه بس في ناس انا عارفهم very good not do well وفي ناس دكتور هو عندي سؤال هو بس ممكن حضرتك تقول لنا مثلا الغلطات بتاعتنا او حاجه زي كده او اللي هو يعني مثلا انا كان عندي الحاجات دي لان احنا برضو في اسكندريه مثلا احنا بنجاوب كده فاوريدي مثلا دكتورز عندنا بيصلحوا بطريقه معينه واحنا عارفينهم كويس حاجه احنا في الترم التاسع دلوقتي فاوريدي عدينا على كل الدكتورز كذا مره دي مالهاش علاقه بالتصليح يا حبيبه بس انا مش حكايه كده لا لا مش قصدي تصليح بس قصدي الافكار بتاعت الدكتورز عندنا مثلا عشان اخذنا معاهم كذا ماده او كده فبنكون اتليست عارفين طريقتهم عارفين هيجيبوا ازاي شويه حاجات بس اقولها معلش ريسبوند ده طبعا انا هدي لكم البي دي اف بتاعتكم كلها انوتيتد بالايرورز اللي فيها بس دي مش عشان طريقه اسكندريه او طريقه القاهره او طريقه بورسعيد دي عشان تعرفوا ايه المستيكس اللي موجوده وما تعملوهاش تاني بس هسألكم اتاخر شويه فيها انا النهارده يا دوبك صحيت الصبح مش قلت لكم هفضل اصلح كل يوم الاسبوع اللي فات لغايه امبارح السبت كنت في الكليه من الصبح برجع الساعة 2 3 وبعد كده ابتدي احاول اخلص الشغل بتاعي التاني. ف I did not have time to mark it. I marked these papers today in the morning. عملت نوتس لنفسي انا خارجية وانا بصلح بس I did not annotate الفايلز. لحقت انوتيت شوية فايلز وشوية فايلز ما لحقتش اعملها انوتيشن. فانا استأذنكم بس هانوتيت كل الفايلز اعملها انوتيشن وهبعت لكم الورقة بتاعتكم عليها النوتس مكتوب عليها بي دي اف او في ناس بعتوا لي وورد في ناس بعتوا لي تكست فايل. هبعت لكم عليها annotation ايه الغلط فيها فده يعرفك ايه الغلط مش عشان اسكندريه او القاهره عشان that is how we always work يعني تبقى عندكم annotation للإكزام بتاعكم تعرفوا انت عملتوا ايه صح وايه غلط ده one two بقولها تاني ما حدش هيقدر يتوقع افكاري because انا ما بجيبش افكار مكرره انا بحس ان انا لو جبت افكار مكرره انا بخلي طالب يحفظ حاجه او يعني يصم حاجه وبعد كده يدخل الامتحان فيها شويه تغيير اوكي على نحل التغيير الصغير البسيط اللي فيها دي بس الكور انا حافظه او انا برجعه من مخي او انا فاتح الكتاب قصادي او الكراسه قصادي فهجيبها دي مش هندسه ان انت تقابل مشكله جديده ولما تقابل مشكله جديده تحاول تحلها بالابداع بتاعك تبدع وتحل الحاجة اللي انت عايز تحلها خلي بالكم انت لما تتخرج وتدخل السوق ان شاء الله هو مش هحتاج منك تحل حاجة اوريدي محلولة وفيها بس small difference لو هيعمل كده هو ممكن يجيب واحد خريج تجارة يديله course programming ويقعدوا يخليها يحلها لا هو عايزك انت كمهندس عشان انت you can innovate انت تقدر تبدع تقدر تلاقي مشكلة جديدة لما تلاقي مشكلة جديدة بتفكير الهندسي بتاعك
اللي خدت بيز سنين كاملة بقى رياضة وفيزيكس وبتاع، خدت أسيست في كل الكور بتاع الهندسة، والمخك بيفكر بشكل منطقي من discrete math واللوجيك والكلام ده، تقدر تبدأ وتطلع حاجة جديدة. فdo not expect الحتي بس عشان محدش يعني يتضايق في أي امتحان تاني، do not expect that I will give you something you've seen before. It will not happen. It will not happen. طيب أنا ليه بعت لكم امتحانات قبل كده؟ عشان تشوفوا ان انا امتحاناتي اصلا مبنيه على تفكير جديد. قولي اكيد انت عايزه تقولي حاجه. دكتور هي معلش والله مش قصدي حاجه، بس هي الفكره كلها معايا ان انا يعني I've spent much of time and effort قبل الكويز ده like 2 days I've been studying كل حاجه، يعني I reviewed ال lectures وال sections وكل حاجه عملناها و I've been studying كتير كتير، وبرضه في الاخر يعني اتصدمت من that means you've been studying wrongly. That means you've been studying wrongly, Akira. If you do not study to memorize what you've done, you study to understand to be able to apply. الامتحانات مش هتقل على مستواها كده. انا كنت فاهمه كل يعني فاهمه كل الكونسبت. You need to practice اكتر اسئله من الاسئله اللي هبعتها لك قبل كده to try to think innovatively. I'm saying this again and this is not going to change. I will not bring questions you have seen before. No, I will not. أنا بنزلش على المستوى كده. You will be able to think about innovative solutions. Study to understand concepts and apply them to new ideas. نفهم اللوجيك يعني معلش كده في ناس تانية برضو جابوا 10 وجابوا 9 وجابوا 7. Are they better than you? No, they're not. Okay, but they are trying to innovate, think innovatively. على فكرة الناس اللي جابوا full marks منهم من اسكندرية، عشان بس ما تقوليش بتوع القاهرة متعودين على مثلا الطريقة بتاعت القاهرة وطريقة اسكندرية والكلام. مفيش حاجة اسمها طريقة القاهرة اسكندرية، في حاجة اسمها هندسة وفي حاجة اسمها كلية آداب. احنا هندسة كلنا. لا لا ما اقصدش والله طريقة القاهرة او حاجة، لا لا مش قصدي كده خالص والله، حاجة فهمتني غلط. لا صدقيني لا احنا 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 انا بتكلم بجنون، محدش ياخد كلام اي لا لا انا كان قصدي انا مش قصدي كده، انا اقصده مثلا ان يعني في مثلا اكيد في ناس اخذوا حاجه قبل كده مواد تانية في بروجرامينج او حاجه فاوريدي عارفين يعني الـ يعني الطريقه مش اكتر. بس even لو مش عارفين I have already given hints that I will never bring something you've seen before. So if I'm going to bring something you've never seen before, nobody has an advantage because nobody has seen it. Yes. The point is, the only thing I think you're implementing in this level is quite something I can't remember myself yet. Yeah, I'm not sure. But the thing is, even someone in Iskandria get 10 out of 10. 10 out of 10. I'm from Iskandria. فأنا درسني OS دكتور صالح شهابي، ما أعرفش لسه بيدرسها ولا لا في اسكندرية. هو لسه بس الله دكتور صالح شهابي بيدرس OS على مستوى عالي قوي. دكتور هو جميل، أنا خدتش معاه بس أنا عارف اللي هو دكتور جميل. It's perfect. يعني ده he taught me everything I know. فاللي أنا عايز أقوله لكم بس إن we are all of you are capable of solving new questions. And I will not, بس عشان محدش يعني يفتكر in I will do this, I will not bring you questions that you've seen before. It will not happen. You must be able to think innovatively in this course. Okay? طيب تعالوا نشوف بقى السلوشن بقى اللي هنحلها عشان الدرجات بتاعتنا اللي لو كانتش كويسة قوي. And we are not going to do a curve because a lot of people have got full mark. It would not be fair to give a curve. What I can do is I can give you another exam. بس هو امتى؟ هو السؤال امتى؟ انا الفاينل الاسبوع الجاي. هو ممكن حاجة على صورة ريبورت او حاجة هتكتبها كود عشان هي فعلا مفيش وقت الاكزام. مش هينفع ده مكان ده. Because I'm already طيب دكتور هو المعيد كان طالب مننا يا ريبورت يا اما كود بيبين كده الميموري والبارتيشنز ازاي هتتملى وكده ولما تفضى واللي يحصل اللي هو كان جزء على اخر سيكشن درجات السيكشن درجات السيكشن دي از ما ينفع نبدل كويز. لا ما دام هنبدل كويز هتتبدل بكويز. اوكي اوكي الريبورت اوريدي انتوا عندكم اللي هتقدموا لي ريبورت تقدموا لي كود ده اوكي ده دان. بس ما دام هنشيل درجات كويز تتبدل بدرجات كويز to not punish الناس اللي جابت فول مارك فيها أو جابت 9 أو جابت 7 because they have
they have done the quiz. But if we're going to do a quiz, we replace it with the quiz. انتوا عندكم كل يوم كل يوم عندكم محاضره ثانيه غير المحاضره دي او سكشن ان يعني كل يوم مشغولين انا عندي كل يوم عدا الخميس انا عندي كل يوم الخميس في حد عنده خميس انا عندي انا عندي خميس انا عندي اربعاء وخميس وسبت وحد طيب the alternative would be on Friday بس انا هدي لكم حاجه on Friday حاجه حلوه في البيت do you want this انتوا تقولوا لي ماشي ده كويس Friday حلو I will give you a writer quiz. I will put it online. It will be like an hour or two. زي ما امتحاننا مش موجود فيزيكلي قصادكم ومش مفيش كاميرات وكلام فاضي انا ما بحبش اراقب على الناس. ينفع نخليه متاخر شويه بس؟ ساعة كام؟ لا انا كنت لسه هقول لحضرتك نخليه الصبح. بس انا بس بعد الظهر هيبقى في زي تجمع مع ناس هبقى بلاش التجمعات يا اوركيدا بلاش التجمعات يا اوركيدا بلاش بلاش لا مش انا ده انا بلاش تجمعات خلي بالكم على نفسكم يا جماعه الموضوع ما خلصش لسه I promise you بالظبط بس يعني ده مش معناه ان انا مش يعني مش يعني مش هناخد رايكم في وقت الامتحان بس بلاش التجمعات I beg you انا ما بهزرش انا بتكلم لمصلحتكم it is not good it is definitely not good okay خلاص ننسى الموضوع ده ونقول بس امتى عايزينه بكره يوم الجمعه يعني هو مثلا مش لازم متاخر ممكن واحده او اثنين يعني لو ينفع يبقى ايوه ماشي طيب يعني بس يعني مش لا اربعه او سته قصدي قول واحده الساعه واحده ده كده ماشي اوكي يبقى let's do it at 1 o'clock ان شاء الله هو بس هيبقى على نفس الكونتنت بتاع الامتحان اللي فات ولا هيبقى على كل حاجه؟ انتوا عايزين ايه مش فارقه معايا انا عشان اعمل حسابي بس انا مش فارقه معايا كده هجيب اسئله فيها تفكير كده هجيب اسئله انتوا عايزين ايه طب خلينا في الجزء اللي في الاول عشان يبقى نفس الحاجه ماشي اوكي اتاكد نتاكد ان احنا عرفناه كويس كمان وكده خلاص خلاص ماشي يبقى خلينا في الجزء اللي هو الاولاني اللي احنا اتكلمنا لغايه الديد لوكس كان اول جزء بتاع الديد لوكس طيب ده الامتحان بتاعنا ان شاء الله يوم الجمعه اوكي 1 o'clock خلاص ان شاء الله شكرا يا دكتور يوم الحد قولي تاني او كده الفاينل بتاع الفاينل حد ثانية واحدة quiz at quiz os at 1 p.m. okay very good حطيتها بس في الكالندر عشان ما انساش انتوا شايفين انا مخي بنسى كل الديدلاينز بتاعتنا فلازم حاجه تتكتب. طيب الفاينل بتاعنا هيبقى ان شاء الله يوم الاحد هتبقى 2 hours هبدأها لكم ان شاء الله و هبقى معاكم اونلاين عشان حد عنده اي سؤال تحبوا الامتحان يبقى امتى يوم الاحد؟ شباب ممكن برضو مثلا على الساعه 1 كده 12 حدود دي برضو اوكي نخليها الحجز الساعة واحدة كويسة ولا الساعة 12 أحسن؟ خليها لا واحدة واحدة كويسة يبقى OS final OS final at 1 p.m. دكتور هو يوم الأحد ده اللي هيبقى 23 صح؟ سوري؟ يوم 23 صح؟ هيبقى 16 نو 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 انا اسف ايه اللي انا بقوله ده؟ هات 23 صح؟ انا اسف جدا انا حطيته شفتي انا كنت حاططها عندي في يوم 16 حطيتها النهارده وكنت هتقولي وقتها اقول لكم لا مفيش امتحان ما عليك اوكي ثانك يو شروق صح؟ حبيبه هي ثانك يو حبيبه دكتور ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي اخر حاجه صح كلمه كتير قولي بص هو كلام حياتك كله صح والطريقه اللي حياتك بتقولها دي صح وكل الكلام ده يعني فوق راسي يعني بس هي الفكره بس الرشيد هنا مش هيحصل حاجه لا 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 اكمل بس اكمل الجمله هي الفكره كلها ان احنا دلوقتي بنبراكتس في السكشن يعني احنا يعني حتى فكرتنا ان احنا يعني نبقى اليفيتد عن السكشن بس على نفس البوست مثلا حياتك فاهم قصدي؟ يعني احنا اصلا في الاخر
الاخر في الاخر احنا نازلين سمر. انا مش قصدي حاجه والله, بس احنا يعني احنا عايزين ننجح. بصي سمر ترم عادي doesn't make a difference, you're here to get a good education. احنا مش جايين عشان ننجح, احنا جايين عشان ناخد. اكيد اكيد انا فاهم قصد حضرتك, بس يعني احنا فكره من الدرجات هطلب منكم حاجه فعلا الدنيا كده. هطلب منكم يعني حاجه, هطلب منكم حاجه معلش عشان بس ايه not negotiate ان انا اقلل مستوى الكورس, مش هيحصل. لا لا اكيد لا, انا بس قصدي ان دلوقتي الفكره ان حتى لو احنا في ترم عادي, فلو احنا كنا واعيين في اول الترم هيبقى معانا تايم في بقيه الترم ان احنا نفهم ازاي نوصل لليفل معين اللي حضرتك عايز توصلنا ليه. بس هي فكره ان احنا التايم اللي احنا بنتكلم فيه actionable item. عايزه ايه actionable item؟ action. بس انا عندي فكره يا دكتور, نقلل مستوى الكورس. قولي. لا لا مش نقلل مستوى الكورس, الفكره بس احنا لو نتكلم مع الباشمهندس اللي هو يعلمنا ليفل الكويستشنز اللي احنا بنحاول نحلها في السكشن, على اساس ان احنا نقدر نحضر سكشن واحد. فاحنا لو حتى هنرفيو مثلا بكويستشنز او حاجه نعلي ليفل الكويستشنز على اساس ان احنا نبقى بنكوب مع ممكن اديله كل الامتحانات بتاعتي حلها معايا. يعني دي فكره كويسه جدا, انا شايفه ان هي هتبقى كويسه جدا بالنسبه للناس كلها. هترفع الليفل بتاعنا, هنبقى اتليست يعني اتمرنا كمان على ان احنا نفكر ازاي او كده. اوكي هتبقى احسن حاجه يعني. حاضر اوكي دي سهل. اوكي ماشي يا جماعه. اوكي تعالوا نرجع للحاجه. دكتور هو كان فاينل لحد الجاي ولا انت جاي لحد الجاي؟ ايوه واحد محتاج يذاكر بجد. اوكي ثانيه واحده معلش, السكرتيره بتاعتي عماله تبعت لي حاجات, ما بيعرفوش ان المحاضرات بتاعتنا اونلاين فاحنا بنشتغل ومش ثانيه واحده بس ابعت لها حاجه. I'm sorry يا شباب. اوكي يلا نروح للكورس بتاعنا عشان نحاول نشوف احنا بنعمل ايه. فين البارتيسيبنتس؟ فين البارتيسيبنتس؟ كانت موجوده من شويه, كنت شايفكم. طيب ما علينا, انتوا شايفين ان انا بكتبه صح يا شباب ولا لا؟ لا شايفين يا دكتور. طب حلو قوي. اوكي وانا هحاول بس اجيب الويندو بتاع البارتيسيبنتس عشان نشوف مين بيجاوب عشان المادي بونص. اهي بارتيسيبنتس اي جت الويندو تاني كويس. طيب سو احنا كنا اخر حاجه قلناها الاسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم مع بعض, كنا بنتكلم على الميموري. كنا بنتكلم على الميموري بليسمنت ولا ريبليسمنت؟ ريبليسمنت صح شباب؟ replacement policy. اوكي طب هنتكلم عن memory replacement policy ونشوف بتشتغل ازاي. لو كنتوا فاكرين الميموري ريبليسمنت بوليسي كانت بتقول ايه, بتقول ان احنا عندنا الرام متقسمه لمجموعه فريمز. لو انتوا فاكرين ادي الرام متقسمه لمجموعه فريمز, كل واحده of fixed size. دي الابلكيشنز اللي موجود عندنا, فور اكزامبل بروجرام 1 بيطلب سلسله ميموري ريكويستس, فور اكزامبل بيطلب حاجه بالمنظر ده, حيث الرقم اللي انا بكتبه هو رقم البيج اللي مطلوب. ولو كنتوا انتوا فاكرين كنا بنقول ان لما بحتاج بيج معين, فور اكزامبل البروجرام ده في البدايه محتاج بيج 1, هو هيدور على page 1, ولما ما لاقيش page 1 بيحصل حاجه اسمها ايه؟ مين يفكرني؟ لما page fault. Page fault زي الفل. Page fault فبيحصل page fault, والpage fault ده لما بيحصل الكمبيوتر بيرجع للهارد ديسك, عشان الهارد ديسك هو الفيرتشوال ميموري اللي فيه كل الpages بتاع البرنامج. يبتدي يحمل الpage دي ويحطها في المكان الفاضي. لو طلب اثنين او يحط اثنين, طلب ثلاثة يحط ثلاثة, وكل واحدة من دول حصلت فيها page fault. وانا قلت لك انت ممكن لو فتحت الكتاب, ف
افتحوا كتاب يا جماعه، الكتاب بتاعنا حلو قوي، بصوا على الحاجات دي. بس احنا فتحنا كتب ممكن تلاقي ما بيعدش ده بيج فولت حتى الثلاثه الاولى دي. مش معنى ان في بعض الكتب بتقول ان هو لو البيج بيدخل في فريم فاضي ما بيحسبهوش كبيج فولت، بس لو هيدخل على بيج مليان فريم مليان يحسبها كبيج فولت. مين ممكن يقول لي ايه الفرق ان هو يدخل على بيج او فريم فاضيه او يدخل على فريم مليانه؟ الفريم فاضي دي اول مره فاوريدي لازم تكون فولت، فلازم اروح افتش البيج دي من كده كده، لكن لما تخش السبستيت فريم تاني فده فعلا بيج فولت مش موجوده عندي في الميموري. بيرفكت. ان هو الاول مره انت كده كده لازم تحملها هي مش موجوده، بعد كده لا هو بيج فولت because you need to remove someone and put someone else. حاجه تانية من ناحيه الاوفر هيد، لما بيحصل البيج فولت المره الاولى اللي انا بحسبه ده دلوقتي، الاوفر هيد بتاعه نص الاوفر هيد الثانيه. ليه نص؟ عشان هو في ديسك اكسس واحد بس. ايه هو الديسك ريبليسمنت؟ انا بس كوبي ومش هشيل حاجه. حبيبي البيج اكسس اللي بيحصل في البدايه هو ريد، انت بتقرا من الديسك المحتوى بتاع بيج 1 و2 و3 وبعد ما تقراهم هتحطهم في الرام. هي ديسك اكسس واحد، بتاكسس الديسك مره واحده، لكن لما بتشيل وبتحط بيحصل حاجتين. انت لما بتاخد من الرام تحط في الهارد ديسك، وانت بتعمل ايه في الهارد ديسك؟ ريد ولا رايت؟ بريد وبعد كده برايت. لما بحط في الهارد ديسك انا برايت صح؟ برايت الاول عشان انا باخد الموجود في الرام اكتبه على الهارد ديسك قبل لما اقرا، ولو انا قريت القيمه هحطها فين؟ تمام؟ لازم افضي مكان الاول. فاول حاجه بعملها باخد مكان من القيم الموجوده على الهارد ديسك انقلها على من الميموري. انا اسف جدا، يعني اخد مثلا فور اكزامبل بيج دي 2 وده واعمل لها كوبي على الهارد ديسك، وده لما يحصل انا برايت في الهارد ديسك عشان افضي المكان ده. فاول حاجه بعملها في الستيب الاولى بعمل رايت. اوكي، وبعد لما تعمل رايت تاخد البيج اللي انت عايز تحطه وتحطه هنا، فهتعمل ريد. ففيها تو، فيها تو ديسك اكسسز اثنين. اوكي، فالتو ديسك اكسس دول الاوفر هيد بتاعها بتبقى اعلى، فيوجوالي هم بيحسبوا دي تبقى تقريبا ضعف الاوفر هيد بتاع البيج فولت اللي بتحصل بالاوتبوت. زي ما قلت لك في الامتحان وانت بتحل I really don't care. لو عايز تحسب دي كبيج فولت قول لي انت بتحسبها، لو انت مش عايز تحسبها قول لي ان انت مش تحسبها، بس قول لي عشان وانا بحل المساله معاك ما تلخبطش في التصحيح بتاعك. قول لي انا مش هحسب الانتري بتاع البيج اول مره كبيج فولت، اوكي صح وهكمل معاك. قول لي هحسبها، اوكي صح وهكمل معاك، بس عرفني. طيب لو كنتوا انتوا فاكرين احنا كنا بنقول ان البيست سوليوشن او الفاكتور اللي انا على اساسه بصمم الميموري ريبليسمنت بوليسيز بتاعتي هي تو مينيمايز، تو مينيمايز البيج فولتس. عليك نور. Page faults. What I want to do is to minimize the page faults as much as possible. أقلل عدد page faults اللي بتحصل. وكنا اتفقنا مع بعض ان في algorithm بيعمل كده اسمه ال optimal algorithm. وال optimal algorithm ده عشان يعمل كده مش حقيقي. بالظبط. يبص في المستقبل عشان كده مش عارف يشتغل. يبص في المستقبل ليه؟ لما يجي يشيل page من ال pages اللي already موجودة، ال page اللي هيختارها عشان يشيلها تكون مش مستخدمة لأبعد فترة ممكنة قدام. تاني، البيج اللي هتتشال هتكون مش مستخدمة لأبعد فترة ممكنة لقدام. اشمعنى؟ عشان ما يشيلهاش وبعد شوية يضطر يرجعها تاني. اوكي؟ هو عايز يشيل البيج دي such as بعد لما يشيلها ما يحتاجش يرجعها تاني. الأوبتيمال ما يرجعهاش خالص. مش هتستخدمها خالص. بس لو كلهم بيستخدموا، طيب ايه ابعد واحده في الاستخدام اللي هي هتريحني لفتره طويله قوي بدون ما ايه اشيلها. اوكي، مفهومه دي يا شباب؟ مفهومه دي؟ بيرفكت. طيب يبقى اذا ده الايه الفكره بتاعت الاوبتيمال الجوريزم. وزي ما اتفقت معاكم الاسبوع اللي فات الاوبتيمال الجوريزم cannot work in real life عشان انا ما عنديش ككمبيوتر ما عنديش رؤيه للمستقبل، انا مش شايف المستقبل. انا بحاول اتوقع المستقبل بناء على الحاضر والماضي اللي قصادي، الحاضر والماضي، الكرنت ريكوست وكل الباست ريكوست اللي حصلت، دول عندي، دول ممكن اسجلهم. وبناء على الانفورميشن دي
انا عايز اعمل حاجه تخليني اقرب as much as possible للoptimal algorithm. وبرضو انتوا فاكرين احنا قلناها الاسبوع اللي فات وقلناها كل اسبوع تقريبا من بدايه السمستر, there is no goldilocks solution, يعني ما فيش اي حاجه من الحلول اللي انا هطلعها لكم دي, مش اي حاجه من الحلول اللي انا هطلعها لكم دي اوكي هتبقى perfect في كل الحالات, هتبقى كويسه في بعض الحالات بس هتيجي في حالات تانية هتبرفورم وحش. فاحنا اللي عايزين نعمله عايزين نطلع solution that is as good as possible في اليوز كيس بتاعي. ايه هو اليوز كيس بتاعي؟ اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعتي هتستخدم في ايه. فور اكزامبل لو انت هتستخدم الاوبريتنج سيستم بتاعك فور مينلي ساينتفك كالكوليشنز, انت بتعمل بنشمارك, بتشوف البنشمارك ده بتحط فيه الساينتفك ابلكيشنز وتخليهم يشتغلوا بطريقتهم الطبيعيه, وبعد كده تحاول تصمم الجوريزم تطلع احسن بيرفورمانس للبنشمارك ده. طب لو انت بتشتغل فور ديسك ويندوز اوفيس ابلكيشنز برودكتيفيتي اكسل واوفيس وباوربوينت وحاجات فور بزنس مانجمنت, يبقى انت برضو لازم تكريت بنشمارك ناحيه الابلكيشنز اللي انت عايزها وتطلع بوليسي تشتغل كويس في الابلكيشن ده. وانت تكون عارف 100% ان لو جه اشتغل على الجهاز ده ابلكيشن ميكس مختلفه, ممكن البوليسي اللي تكون انت اخترته ما يبقاش احسن بوليسي للميكس المختلف ده. لازم تبقى عارف كده كويس قوي وانت بتصمم الاو اس. طيب تعالوا نشوف الالجوريزمز المختلفه اللي موجوده. اوكي هشتغل على نفس الصفحه دي عشان ايه يبقى كل حاجتنا موجوده على نفس الارقام. تعالوا نشتغل مع بعض على واحده من الافكار اللي انتوا قلتوها. انا فاكر تالي انتوا قلتوها الاسبوع اللي فات, قلتوا لي لما تيجوا تشيل بيج شيل البيج اللي بقالي فتره ما استخدمتهاش, عشان اللي بقالي فتره ما استخدمتهاش دي غالبا ادمت فمحدش عايزها تاني. وكنا قلنا ان البوليسي ده اسمه الريست recently used least recently used least recently used اوكي. فاحنا عايزين نطلع بوليسي او فكره البيج اللي بيتشاله هو least recently used. طيب تعالوا نشوف ازاي احنا بنعمل الكلام ده. برضو معلش يا جماعه ثانيه واحده يا شباب معلش, السكرتاري بتاعتي لازم يعني ما تفهمش ان انا في محاضره. ثانيه واحده اديني دقيقه بس. ايوه دكتور, دي طالبه ومتخرجه من اسكندريه السنه اللي فاتت, فكانت حابه تقدم تبقى معيده عندنا. هي قدامي دلوقتي وليا الامر, فبعت لحضرتك الشهاده بتاعتها وهي حابه ان هي تبقى معيده منتدب عندنا. انا اخدت رقم تليفونها يا دكتور وان شاء الله انك اندرد عليها. سوري يا جماعه. لا لا يهمك يا دكتور. طيب فكنت بنقول ان least recently used هي حاجة من البوليسيز المختلفة اللي موجودة عندي اللي بتحاكي اللي هي الoptimal solution. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن ده يحصل. في البداية خالص انا عملت 1 و 2 و 3 وبعد كده طلبت 2. هل 2 موجودة ولا مش موجودة في الفريمز؟ موجودة. يبقى دي مش page fault. اوكي وبعد مش موجودة. مش موجودة يبقى اضطر اشيل واحدة. هنا برافو عليك برافو عليك. اوكي ال least recently used هتبص على الباست يعني تبص لورا ما تقدرش تبص لقدام. فتبص لورا ايه ابعد واحدة في الاستخدام؟ واحد. دي يعني ابعد واحدة بالنسبة لي. اثنين قريبة على طول ورايا وثلاثة قبليها بسنة, لكن ابعد واحد هو الواحد. فيقول الواحد ده غالبا مش هستخدمه تاني ومش شايله. هيحط هنا كام؟ أربعة. اوكي طيب بعد كده طلب خمسة. هل خمسة موجودة؟ لا.
طب مدام خمسة مش موجودة هيبص وراه يبقى في المنطقة دي شوف مين أبعد واحدة تتشال مين أبعد واحدة؟ اثنين نو اثنين نو ثلاثة اثنين اثنين جت تاني اثنين استخدمتها هنا تاني بالظبط فأبعد واحدة في الاستخدام هي الثلاثة كل الناس معايا ولا حد وقع مني؟ لا تمام بيرفكت فنشيل الثلاثة ودي تبقى خمسة وخلاص ده page fault خلي بالك وده page fault طيب بعد كده الستة في موجود ولا مش موجود؟ مش موجودة يبقى دي page fault هشيل بص ورا بقى مين يتشال؟ مين يتشال؟ الفور الاثنين الاثنين بص يا باشا انت واقف هنا الخمسة لسه مستخدمها من ثانية الأربعة قبليها على طول يبقى مين اللي وراهم خالص؟ اثنين اثنين تتشال الاثنين وتحط ستة اوكي؟ طيب بعد كده تعال نشوف واحد صح؟ مكان الأربعة واحد موجود هجيب مكان الأربعة برافو عليك هيبقى page fault واحد ده مش page fault طب تعال نشوف الاثنين مكان خمسة خمسة أشيل الخمسة وحطها وpage fault شفت كم page fault؟ شفت كام بيج فولت؟ اسالك سؤال لما انا كنت واقف عند الاربعه لما شلت الواحد لما شلت الواحد دلوقتي في الليست فيس انت يوزد في الاوبتيمال سولوشن كنت هشيل مين؟ انا واقف عند الاربعه ثلاثه برافو عليك ثلاثه عشان الثلاثه مش هتستخدم خالص في المستقبل ده كنت هشيل في الاوبتيمال لكن هنا عشان انا مش شايف المستقبل مش شايف الحته دي انا مش شايفها انا شايف الماضي بس فاضطريت ابروكسيميت وشلت واحد بالرغم الواحد هرجع تاني هنا ها استخدمه بس انا مش شايف المستقبل ف at least recently used is one possible solution to do this بس زي ما احنا شفنا هنا دلوقتي مش دايما هيطلع best results why because it is possible in اللي انت ما استخدمتوش بقالك فتره اوكي هو ما كنتش بستخدمه بقاله فتره بس هاجي كمان شويه استخدمه عارف عامل زي ايه لو انت ماشي على لوب كبيره قوي صح فانت بدات هنا وبعد كده عديت على 1000 واحده وانت دلوقتي بقى لما عديت على 1000 واحده انت كنت موجود فين في اخر خانه طب لما انت تيجي عند اخر خانه ومفيش ميموري الطبيعي هتشيل مين اول واحده بس في اللوب هيحصل ايه ها بعد ما تخلص اخر واحده بعد ما تخلص ترجع من الاول تاني اللي انت شلتها عشان هي بعيده عنك انت ترجع لها في الخطوه الجايه ف this pattern of access يعني at least recently used مش كويسه في large loop not good in large loops ليه؟ ان هي تقريبا بتجارنتي هيحصل page fault دايما في اخر واحده انت هتشيل دي وبعد كده هترجع تستخدمها تاني يعني انت بتيجي تحط دي هتشيل دي وبعد كده ترجع ترجعها تاني ف it is not really good in large loops بس it is one possible solution طيب هل في solutions تانية؟ yes there are شوف عشان الناس اللي بتسألني في الامتحانات وكده شوف وانا بتكلم معك دلوقتي انا اتناقشت ازاي في الالجوريزم ده هو بيحاول يعمل ايه بس ليه دايما مش هينجح عشان فيه عيوب اوكي انا عايزك ده تفهمه مش ان انت تحفظ least recently used تفهم طريقة تفكيرنا واحنا قاعدين مع بعض واحنا بندردش واحنا بنحكي دلوقتي مع بعض ازاي عرفنا لكاركترايز الالجوريزم ده طيب ليه عشان في الامتحان ان شاء الله يعني انا مش هيجي اقول لك استخدم الليست ريسنتلي يوزد عشان تحل المشكله دي نو يا اما انا ادي لك بوليسي جديده انا هكتبه لك اقول لك ادي الالجوريزم هيعمل كذا شريف الالجوريزم يعمل كذا لو سمحت كلمني شويه على البروبرتيز بتاعته او انا هدي لك بروبرتي انا عايز بروبرتي معينه واقول لك طلع لي الالجوريزم اللي بيديهاني شفت انا بقول ايه؟ اوكي؟ This is how I will give questions in exams. طيب تعالى خلاص خلصنا least recently used. تعالى نروح ل algorithm تاني. ممكن ندي one or two algorithms. وبعد كده we'll go ahead and continue. The rest of the course. على فكرة أنا قربت أخلص الكورس فاضل لي بس تقريبا بعد ما أخلص الميموري مانجمنت كويس أدخل معاكم في الفايل سيستمز بسيط ما بحبش أدخل في الفايل سيستمز بالديتيلز صراحة يعني بتبقى غلسة شوية
هندخل معاكم بسيطة في الفايل سيستمز and then we're actually done. ممكن بس أتكلم على حاجة حلوة كده، حاجتين حلوين تلاقوش يعني مش هغلس عليكم، ونشوف لو احنا ممكن ندخلها معنا في الامتحان أو كمسألة بونس في الامتحان. طيب ادي البوليسي اللي فاتت كانت الـ least recently used، وزي ما احنا شفنا it has advantages، أو الفكرة بتاعتها مبنية على فكرة صح، بيقول أنا احتمال إن بقالي فترة ما استخدمتش الـ PhD أنا هشيلها، وده ده وارد على فكرة، بس خلي بالك هو وارد ليه؟ أو وارد في أني، طب ممكن حد يجاوب على السؤال ده، هو هيشتغل في أني نوع من البرامج؟ أنت بقالك فترة ما استخدمتش حاجة فمش هتستخدمها في أي نوع من البرامج؟ هيبقى فيها لوبس؟ ما فيهاش لوبس، هي بشكلها إيه؟ فيها لوبس. فيها لوبس هترجع تاني لنفس الصفحة صح؟ هترجع فدي هتبقى فيها disadvantage، لكن لو حاجة ما فيهاش لوبس انت sequentially بتaccess elements في linked list بعد كده تروح لحاجة تانية، هترجع اللي كنت accessته قبل كده؟ لا لا. ف that is a type of problem. هي ميزة بالظبط كده، ده ميزة نوع البرامج دي اللي هي فيها sequential access، متماشي على الليست من أولها لآخرها وبعد كده خلاص. For example لو انت بتعمل searching، انت بتعمل searching انت بتدور على حاجة، searching would work well مع ده. تفضل محمد سعد كان بيسأل سؤال. تفضل محمد. هو دكتور في حد فتح الكاميرا بس حد فتح كاميرا؟ اقفلوا يا جماعه الكاميرا، انا مش فتح الكاميرا عندي عشان البرايفسي بتاعتكم والله. ها اوكي اوركيده اوركيده اقفلي الكاميرا اوركيده اوركيده هي مش سامعه شكلها. طب حد يقول لها بس عشان الخصوصية بتاعتها ايه؟ هقول لها على الواتساب. ماشي. طيب. ماشي يا شباب. فده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. نرجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انا قلنا ده كان لو البرنامج بتاعي شغال sequential. لكن لو البرنامج بتاعي فيه loops برجع تاني اprocess نفس الحاجة بتاعتي. Probably least recently used مش هيبقى كويس. بالذات ان انت لو عندك البودي بتاع اللوب، البودي بتاع الداتا ستراكشر بتاعك كبير، فانت هتفضل فتره طويله على ما توصل لاخر خانه، فلما توصل لاخر خانه انت بعدها على طول هتروح لاول خانه تاني، بس لو جيت في اخر خانه وحصل بيج فولت هتشيل اول خانه عشان هي ابعد واحده اتعاملت معاها، فهيبقى حاله باثولوجيكال، هيبوظ لك البروسيسنج بتاعك. اوكي يا شباب مفهومه؟ فيري جود. طيب تعالوا نشوف alternatives تانية أو algorithms تانية. طبعا في algorithm FIFO، ما ظنش أي حد عايزني أكتب FIFO وصدقوا منه صح؟ في حد عايز FIFO؟ first in first out. لا دي سهل. أوكي طيب إيه تاني ممكن يبقى موجود عندي؟ هستأذنك ال least recently used اللي أنا كنت بتكلم عليها، أنا وأنا بتكلم بالبق كده سهلة أبص كده في الرسمة وأشوف، لكن في الكمبيوتر إيه ال additional information اللي محتاج أحطها مع البيجز بتاعتي such that I can implement these recently. counter كم مرة استخدمتها؟ No sir. pointer؟ No sir. اوكي اللي يقول لي ياخد plus 5. شكل اخر. قول. قول عمر. هو برقمهم واول رقم هو ده اللي بشيله كل مرة. It's possible to atrakam. We can do a sequence. So what you need is a timestamp. Omer is okay. ممكن ترقمهم. الترقيم اللي هو numbers دي ممكن تعتبرها timestamp. فانا هاجي لعمر اهو. عمر عادل. اهو عمر عادل. اهو ثانية واحدة. عمر عادل bonuses summer OS. عمر عادل. او عمر عشان تبقوا عارفين برضو عمر عادل مع 15 درجة. محمد سعد معاه 14 درجة، سارة معاها 5 درجات، سيف معاك 14 درجة، already دي يعني دول مش محتاجين يعملوا ميك اب ولا حاجة يعني. عايزين تعملوا ميك اب طبعا ادخلوا، أنا بس بقول لكم يعني. دكتور أنا كان في 5 درجات يا دكتور. أنا ما كتبتهاش مؤيد؟ أنا كان تقريبا ليكتشر تقريبا. أنا بتهيألي أنا فاكر إن اديت لك درجة مؤيد. مش عارف. خلاص كتبتها عشان انا فاكر اديت لك درجه وايد. شكرا. عفوا حبيبي. تايم ستامبس. واي تايم ستامب؟ تايم ستامب هو از ا ريكورد اوف اخر وقت استخدمت البيج دي.
انا محتاج الريكورد ده عشان لما اجي اشيل ابعد واحد استخدمته. طبعا انت ممكن بدال التايم ستامب اللي هو بيجي من الكلوك بتاع الكمبيوتر انت ممكن ترقم زي ما انت قلت، بس في الحاله دي لازم يبقى عندك رقم، والرقم ده بقى انتجر، والانتجر يحصل له اوفر فلو لو زاد عن حاجه بس تصح. عشان كده انا قلت لك بلس 5. بس الاوبتيمال سوليوشن انك تحط تايم ستامب هتختمه بالوقت. انا استخدمت الكلوك البلوك ده بيج واحد مثلا وقت 9:30 الصبح، تك حط 9:30، تاني 9:30 ودقيقه، 9:30 دقيقه تك. فاذا بحط تايم ستامب على كل بيج من البيجز الموجوده. طيب خلي بالك ان في حد من الزملاء وانا بتكلم دلوقتي بيتكلم، محمد سعد. محمد سعد قال لي او سعيد، انا مش معلش مش عارف which is your correct name. I apologize. ده من بغلط اسمك سعيد صح محمد؟ مظبوط يا دكتور. اوكي okay, I'm sorry محمد. اوكي okay, محمد مش سيحة دي. قال لي حاجه، قال لي حط عدد، عدهم، عد استخدمت كل واحده كام مره. بس ده مش في least recently used، ده يبقى فين؟ least frequently used. least frequently used اللي هو اللي هيتشال اقل واحد استخدم، مش ابعد واحد استخدم، اقل واحد استخدم اللي بستخدمه قليل. بالحاله دي انا سمعتها كده عشان اسف. لا اتس اوكي خالص. في الحاله دي اللي هو عندنا الجوريزم تاني اهو، least frequently used، least frequently used. في least frequently used انا ببص على العدد، بعد كل page من pages اللي موجودة عندي استخدمتها كم مرة. فإذا أنا محتاج counter لكل واحد من ال pages اللي موجودة عندي، counter. ال counter ده يعد أنا استخدمت كل page من ال pages دول كم مرة، عشان لما أجي أشيل اللي استخدمتها أقل عدد المرة. طبعا ده يطلع لك حاجة ما كانتش موجودة في ال example اللي قبل كده. ال example قبل كده هل يجوز ممكن تحصل ان two pages يستخدموا at the exact same instant of time؟ لا ما لا غالبا مش هيحصل. حتى لو they're accessing them concurrently هيبقى في فرق بالنانو سكندز، يعني it's not going to، مش هتحصل ان هي تبقى exactly the same time. لكن هنا it is possible for us to have pages used the same amount of time. في الحاله دي هضطر اقصر التايم، break the time. Break the tie. The tie يعني التعادل. Okay. لازم أبريك التعادل. طب أبريك التعادل بناء على إيه؟ ممكن تديني ideas؟ مين مثلا ال most recently used. Okay. You can do it based on timestamp. A priority. Priority. ممكن على حسب هي كبيرة قد إيه. هي نفس الحجم. نفس الحجم. مش كل واحدة 2 كيلو. Mm-hmm. The paging, but I cannot differentiate based on the size. I can differentiate based on timestamp, can differentiate based on priority. It could be completely, surprisingly, random. Random. Mm. You can do it randomly. مش هتأثر على الفكرة بتاعت الالغوريزم. الفكرة بتاعت الالغوريزم least frequently used. يتشال اللي أقل استخدام. تعال نimplementها عشان نشوف ازاي ممكن نعمل حاجة زي كده. Okay, so let's go ahead. في البداية خالص the page fault. Okay, page fault اهو، واحط هنا 1 وازود العداد بتاع ده هيبقى 1. page 1 ده استخدم مرتين. طيب بعد كده page 2 هتدخل، ادي page fault ثانيه وعدد الاستخدام بتاعها 1 time. وبعد كده page 3 هيحصل page fault برضه 1 time. برافو. 2 مش هحط العداد ده، استخدم page fault بس ده هيبقى كام؟ 2. الكاونت بتاعها بقى 2. طيب دلوقتي لما تيجي ال 4 حصل page fault، اشيل مين؟ يا 1 يا 3. choose the tie breaking. انت اخترت 1 يبقى غالبا انت اخترت بال time stamp اللي هو ابعد واحده. اوكي في الحاله دي هنشيل 1. حطيت 4 والعداد بتاع 4 بقى 1. طيب بعد كده 5 page fault تاني، اشيل 3 اشيل ال او 4 زي ما انت عايز. زي ما انت عايز تعال نشيل 4 عشان نغيرها شويه. 5 والبيج فولت العدد الكاونت ده تبقى 1. 6 بيج فولت ثانيه اشيل مين؟ نفس الحاجه برضه يا 5 يا 3. 5 يا 3 نحط هنا 6 وده استخدامها يبقى 1.
طيب بعد كده ال1 وهكمل بقى صح؟ محتاجين نكمل ولا خلاص عارفين؟ تمام. اما دايما هشيل ال5 يعني عشان in this بس هو قول يا باشا هو كده لو كنا استخدمنا راندوم يعني كان ممكن نعلي التشانسز اكتر ان بيكون في عدد بيج فولتس اقل. يس لو كانت راندومايز. يس انا لما قلت مش هتاثر على الفكره انا قصدي مش هتفكر على البيزك كور ايديا بس ممكن تاثر على البرفورمانس. How I break the time ممكن تاثر على البرفورمانس بس unfortunately للاسف انا مش هقدر احدد اي طريقه من الطرق for breaking the tie هتطلع كتبقى اوحش اصلا بالظبط because I don't have an idea of the future لسه برضو ما عنديش نظرة للمستقبل أنا مش شايف المستقبل قدام أنا مش شايف المستقبل أنا ما أقدرش أتوقع أي واحدة من tie breaking algorithms الالجوريزم اللي هختارهم عشان تكسر التعادل هتوديني نتيجة أحسن ما أعرفش فأنا بعمل أي واحدة وربنا معايا طيب هي فعلا كده أي واحدة وربنا معايا لا أنا usually زي ما قلت لك بجيب benchmark التيبكال ابلكيشن لود اللي هيحصل على الكمبيوتر ده واجرب عليهم التاي بريكنج رولز واللي هيطلع احسن ريزلت هو اللي هستخدمه اوكي ف what I'm trying to say is it is all dependent on the actual workload we have actual load we have on the processor it is الكلمه اللي بقولها دايما there is no goldilocks solution هنا انا لما اخترت التايم ستامب باظت ممكن في اكزامبل ثاني لما اختار التايم ستامب تبقى احسن اوكي الراندوم لما تختاره مره يختار دي مره يختار دي فمره يطلع ريزلت كويس مره يطلع ريزلت وحشه there is no goldilocks solution there is we have done our best اوكي دي احسن حاجه ممكن نعملها بيز على الانفورميشن اللي عندنا وهنشوف بقى لما نيجي نشغل هتطلع ريزلتس كويسه ولا لا اوكي ده at least recently used ايه في حد عنده سؤال اتفضل حد ده كان used مش recently used انا اسف قلنا least recently ولا least frequently used sorry انا اسف قلنا ذكر بتاعتي وحش I'm very sorry اوكي ادي ال least frequently used اشتغل بالمنظر ده اوكي what I want you to come out from this lecture is there are many different policies. And policies دي حدش يحفظها بس you should be able to understand these policies and if I give you any different policy you should be able to understand how it works. Okay? فاللي هو اللي هناخده من المحاضرة دي there are different policies. And each tries but fails to approach mean approach a بيحاولوا يبقوا زي ايه الاوبتيمال سوليوشن من ناحيه البيج فولتس and they will never get it. They will try and they will be good in certain cases, but they will be bad in other cases. وأنا ممكن أطلب منك زي ما اتفقت معك في الامتحان إما أنا أدي لك policy جديدة أخترعها. أخترع وأنا قاعد كده هفكر في policy ومحطتها. ويقول لك ناقشني بقى في policy إيه كويس فيها إيه الوحش فيها تشتغل إمتى كويس تشتغل إمتى بطريقة وحشة زي ما إحنا بنتناقش دلوقتي. لما أنت قلت لي لو كانت random كانت تبقى أحسن طيب دي اللوب شكلها ايه تبقى كويسه في الكود اللي ماشي سيكوينشال مش في اللوب اللي بيرجع تاني تناقشني بالمنظر ده او انا ادي لك بروبرتيز عايزها ادي لك صفات انا عايزها واقول لك اعمل لي الجوريزم بيديني الصفات دي دول التو ثينجز اللي ممكن تجي لي في الحته دي never ادي لك اقول لك صم لي واحده من دول مش هيحصل اوكي okay? طيب very good فدي الافكار بتاعه البيجنج تعالوا بقى نتكلم على حاجه في بيجنج بتحصل هي ليها علاقه بالهاردوير شويه بس برضو احنا كاوبريتنج سيستم بتاثر معانا طيب ايه هي اللي احنا عايزين نتكلم عليها عايزين نتكلم على huge pages طيب ايه هي فكره الهيوج بيجز ليه انا محتاجها
وايه التريد اوف سبان. عشان نفهم الفكره دي كويس انا عايز نفتكر مع بعض بس جوه البي سي بي ان كنت بهندل البيجز ازاي. مين ممكن يفكرني ازاي كنت بقول للكمبيوتر او للبروجرام اللي انت شغال معاه ده اني بيج موجود في اني ثينج؟ كان بيبقى عندي ايه تيبل اسمه ايه البيج تيبل؟ كان في علاقه ما بين ايه وايه؟ كان في indices و addresses pages و frames. ال pages دي موجودة فين؟ في البروجرام ولا في الميموري؟ في الميموري. طب والفريمز؟ frames frames دي بتاع الميموري نفسها بس ال pages في الهارد ديسك تقريبا. Okay. So RAM is divided into frames. البروجرام اللي هو على الهارد ديسك بس أنك مش هسيب هسيب كلمة الهارد ديسك في البروجرام. اوكي عشان هو virtual memory متقسم لpages. فالpage table اللي موجود جوه الPCB is a is actually a mapping between الpage والframe اللي هو فيها. For example لو الpage دي موجودة في الframe دي فنفترض ان ده page 0 وده 0 1 2 3 وده 3 فهيبقى عندي هنا mapping. page 0 موجودة في frame كام؟ 3 صح؟ ولو دي هنا مثلا هتقول ده 0 1 2 3 ايه ده؟ صفت معايا 3 برضه ما علينا. بيج 3 موجوده في فريم 0 وده المابنج اللي موجود عندي في البي سي بي صح؟ حد عنده اعتراض في دي؟ لا لا تمام. فيري جود تمام. قول يا باشا. اوكي طيب استأذنك دي لا. دي موجوده فين؟ ال PCB موجود فين؟ في الكمبيوتر. الميموري. في الميموري. الميموري ده في الرام. بالظبط. طيب قبل لما ده يحصل لما كان عندي دايركت ماب ميموري اكسس اللي هي لما كانت الادرس بتروح له على طول. اوكي؟ اللي احنا خدناها قبل كده. الفيكست بارتيشنز و variable بارتيشنز dynamic بارتيشنز بلا 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 بلا. انت لما كنت بتروح لو كانت فيكس بارتيشن وانت الادرس بتاعك متخزن في البرنامج على طول كنت بتروح له على طول صح؟ فكان الريد يبقى فيها كام ميموري اكسس؟ افترض انت بتروح له على طول دلوقتي معلش انا عارف ان انت كنت لازم تروح الاوت لوك اب البيج بس افترض ان انت بتروح له على طول فانت هيبقى فيه كام ميموري اكسس لما تيجي تقرا الصفحه؟ 2 و اكشلي 2 بس تي بي والتاني بيجيب البيج يس بس اوكي خلاص تعال نتكلم على دي. دي عشان لما تيجي تقرا الصفحه دي هيبقى فيه تو ميموري ريدز. اول حاجه هتقرا مين؟ البي سي بي. البي سي بي وبعد ما تقرا البي سي بي تعرف هو فين تقوم جاي قاريها. ف there are two memory reads. فبقت الريد الميموري سايكل الواحده لما تيجي تقرا داتا بدل ما تقرا one read لو الريد بياخد 2 ملي سكند الريد دلوقتي بياخد 4 ملي سكند صح؟ because it involves two reads. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله ده؟ لا تمام. ف what they wanted to do is they wanted to speed up access. In order to speed up access اختاروا يعملوا حاجه. اختاروا يجيبوا البيج تيبلز دي البيج تيبلز الموجوده عندي دي ويحطوها في special type of cache. الكاش ده موجود على السي بي يو بيسموه الكاش ده ال TLP جدول ما بين ال pages ومين ال frames. ال TLP يعني translation look aside buffer. شايفين يا جماعة الكلام ده ولا اتغطت بالتول بار؟ لا باين ماينه حلو. دي translation look aside buffer والميزه او الادفانتج بتاع translation look aside buffer ان بقى دلوقتي ال page access انت هتروح للكاش الاول. تعرف ان الكاش اسرع بكتير من مين؟ من ال memory. فواحده من دول هتقل واحد ملي سكند مثلا يبقى عندك التوتال بتاعي كام؟ 3 ملي 3 صح؟ طيب بس ال TLB ده اللي هو الكاش اللي اسمه تي ال بي ده غالي سعره غالي ف حجمه ليميتد سايز بتاعه سمول سايز
يعني ايه small size؟ يعني مش هيبقى فيه كل ها كل ال pages وال frames. برافو عليك. هيبقى فيه subset من ال pages وال frames. جزء من ال pages وال frames المستخدمة في السيستم بس هيبقى موجود في TLB مش كلهم. طيب ده معنى ايه؟ معناه ان sometimes اروح لل TLB اطلب page مش هلاقيها. مش هلاقيها. طب لو ما لقيتهاش معناها هي مش موجودة في السيستم ولا معناها ايه؟ لا هروح اجيبها من رام بقى. اروح اجيبها الاول من ال page table الموجود فين؟ في ال PCB. وبعدين افتشها من فين؟ من الرام. صح؟ اه. ما انا لازم اروح لل page table. ليه لازم اروح لل page table؟ اما في ال TLB اما في ال عشان هو اللي فيه الانفورميشن بتاعت ال حبيبي هو اللي فيه العنوان. هو اللي فيه العنوان. بدونها انا مش هعرف ال page بتاعتي اللي انا عايزها دي تقع فين في الرام. الحاجة اللي بتقول لي البيج يتقع فين في الرام هو البيج تيبل. والبيج تيبل يا اما موجود في ال TLB يا اما موجود في ال PCB. ال TLB غالبا بيحاولوا يحطوا فيه اللي انت بتستخدمها كتير. ده معناها في ال worst case scenario لما انت تحاول ت access page هتروح تاخد الاول ال 1 ملي سكندز بتاع ال TLB مش هتلاقيه. هتقوم واخد ايه؟ 2 ملي سكندز بتاع ال تيبل وبعدين 2 ملي سكندز بتاع ال read من ال read. صح؟ بقت كام؟ 5 ملي سكندز. اوكي ده مش كده وبس. ده اللي مش موجود في البيج هنا اللي انت حاولت تجيبه مش موجود هنا. ممكن في فكره في الاوبريتنج سيستمز والبروجرامنج اسمها لوكاليتي اوف ريفرنس. حد ممكن يتوقع لوكاليتي اوف ريفرنس بتقول ايه؟ حد شده يتوقع اقولها انا. لوكاليتي اوف ريفرنس بتقول لك تيبيكلي الحاجه اللي انت بتاكسسها انت في الوقت اللي جاي قدام هتاكسس اللي حواليها. يعني تاكسس حواليها انت لو بتاكسس 1 بايت جوه بيج غالبا في الايتريشن الجايه او في الستاب الجايه بتاع الكود بتاعك انت تاكسس البايت اللي وراها. تمام؟ ده معناه ايه؟ معناها البيج اللي انت حاولت تاكسسها من شويه دي هتحاول تاكسسها تاني كمان شويه. فانت لما تيجي تاكسسها وما تلاقيهاش هنا ما تلاقيهاش موجوده هنا اللي انت هتعمله هتقوم مفضلها مكان بالسمر بيج بالظبط وتحطها مكانها عشان لما تيجي تاكسسها تاني تلاقيها بسرعه فين؟ في ال TLB. صح؟ ده هيعمل بريشر على ال TLB، هيعمل ضغط على ال TLB. هفضل اشيل واحط واشيل واحط من TLB هبوظ البرفورمانس بتاع السيستم. بنسميها TLB pressure. مين مش فاهم لغايه هنا؟ عشان انا هسال سؤال دلوقتي عليه درجات فمين مش فاهم لغايه هنا يقول لي. طيب ال TLB pressure that is very expensive, it's very costly in the system when I want to minimize it as much as possible. فانا عايز اغير في الاركتكتشر بتاعي، عايز اغير حاجه في السيستم بتاعي عشان اقلل الضغط الموجود. من الاخر انا عايز اقلل عدد المسز اللي بتحصل على ال TLB. يعني عايز احتماليه اطلب حاجه والاقيها في ال TLB تبقى عاليه. تمام؟ طبعا الاول ممكن تقول لي اعمل policy replacement policy ذكيه ان هي as much as possible تحاول تحط البيجز اللي انت بتستخدمها في ال TLB. بس احنا عارفين there is no goldilocks solution. يعني مش شايف المستقبل فانا مش عارف اعملها دي as perfectly as possible. اديني طريقه ثانيه. حد يقول لي لو في طريقه ثانيه ممكن اقلل عدد المسز اللي موجوده عندي ايه هي؟ مين يقول لي؟ اللي يقول لي ياخد بلس 5 يلا. ممكن سؤال تاني عشان اسف. ايه اللي انا ممكن اعمله اغيره في الاركتكتشر ده عشان اقلل عدد البيج مسز اللي بتحصل في ال TLB؟ ما هي ما اسمهاش بيج مس بقى، عدد المسز اللي بتحصل في ال TLB. يعني ايه مس اللي بيحصل في ال TLB؟ ان انا اروح لل TLB عشان اطلب حاجه ما الاقيهاش فيها. طب انا ما لقيتهاش فيها اضطر اروح بعد ال TLB لل PCB وبعد ال PCB للرام، هتبقى غاليه هتاخرني اكتر. انا مش عايز ده يحصل. فانا عايز لما اجي اطلب حاجه الاقيها في ال في ال TLB. ازاي اعملها؟ وانا قلت لك ان there's no goldilocks solution. انت مش شايف المستقبل فانت مش هتقدر تتعمل الجوريزم يطلع لك الجارانتيز كلها اللي انت عايزها. اعمل ايه بره الالجوريزمز؟ ايه اللي ممكن اعمله بره الالجوريزمز عشان اجارنتي اللي انا عايزه هلاقيه في ال TLB؟ ممكن نكبر سايز البيج نفسها عشان تفيد حاجه اكتر. صح كده محمد. ثانيه واحده، محمد سعد اهو. محمد سعد اهو.
وانت جايب 20 امتحان ممكن تدخلش الامتحانات الجايه يعني. ما علينا. اوكي بصوا شباب، محمد قال لي ايه؟ كبر حجم البيج. ليه؟ طب ليه لما كبر حجم البيج هتحل المشكله؟ عشان لما تكبر حجم البيج الخانه الواحده اللي موجوده هنا بتحتوي على اكتر، فاحتمال اللي انت تلاقي اللي انت عايزه اعلى. مش فاهمينها؟ تعالى اوضحها لك اكتر. بص لو دي الرام بتاعتي والبيج حجمه 2 كيلو، وادي التي ال بي بتاعك. التي ال بي فيه 3 خانات بس. اوكي ادي الخانه الاولى، وادي الخانه الثانيه، وادي الخانه الثالثه. حد بس عشان اطمن ان انتوا فاهمين، حد يقول لي 0-3 دي معناها ايه؟ البيج رقم 0 في الفريم رقم 3. حلو قوي، البيج رقم 0 في الفريم رقم 3. لو البيج بتاعتي مقسمه 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، لو اذا انت طلبت حاجه وكلهم مليانين، طلبت حاجه هنا، اوكي؟ الكفرج او الحته اللي بتغطيها الخانه دي هو ده بس. والحته اللي بتغطيها هو ده بس. والحته ده بتغطيها هو ده بس، اوكي؟ معناها ان التوتال حاجات المتغطيه هنا من الميموري كام؟ قليله. 3 6 كيلو. 6 كيلو. صح؟ طب ده معناها انت لو احتجت حاجه بره ال 6 كيلو دول هتضطر تعمل ايه؟ بيج فولت وتعمل بي سي بي بقى. هتشيل حد وترجع للبي سي بي والليله دي كلها اللي هي مش عايز اعملها. لكن لو انا جيت وقلت لك اوكي الخانه الواحده بتاعتي هنا 2 ميجا، يبقى التوتال مساحه كفرد باي دي كام؟ 6 ميجا. 6 ميجا. احتماليه ان انت تلاقي اللي انت عايزه جوه 6 ميجا اعلى من ان انت تلاقيه جوه كام؟ 6 كيلو. فعدد المسز اللي هيحصل، المسز اللي هتحصل، اللي هو انت لما تيجي تدور على بيج من بيجز او تدور على حاجه انت عايزها وما تلاقيهاش في البيج، في البيج تيبل الموجود في التي ال بي، هتقل لو انا زودت حجم البيج سايزز بتاعتي دي اللي بيسموها هيوج بيجز. اوكي؟ هيوج بيجز هتقلل كده عليك اكبر الميموري. لا ثانيه واحده، ريديوس هنتكلم في الحته دي، reduce TLB pressure. هو بتقلل كده الضغط اللي على ال TLB عشان مش هضطر اشيلها وكتير. حد قال هتكبر الميموري؟ اشرحها لي دي شويه. يعني قصدي هتكبر الحاجات اللي في نفس الفريم ساعتها. هتكبر الحاجات في نفس الفريم، دي ايه مشكلتها يا عم؟ اقعد ادور جوه ده بقى بعد ما اوصل له، انا عرفت ان هو سهله. دي سهله، دي سهله. اوفست تك 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 راندوم اكسس، دي سهله. ما رام يعني ايه راندوم اكسس ميموري؟ مش هتمشيها سيكونشال، مش هتمشي عليها واحده، هتجيب العنوان وتوصل لها. لا بس هتعمل ايه؟ الهيدي يديله بلس 5. بلس 5. وانا ما فهمتش السؤال بصراحه. تمام، انا كبرت الحجم البيجز بتاعتي فبقت هيوج، بتقلل الضغط على التي ال بي، بتقلل الاحتماليه ان انا اروح للتي ال بي وما الاقيش اللي انا عايزه، قلت عشان التي ال بي دلوقتي بيغطي مسافه اكبر في الذكاء. ايه العيب بتاع حاجه زي كده؟ ايه المشكله في حاجه زي كده؟ أبطا. ليه أبطا؟ إيه اللي بطا؟ بالعكس كنت بأسرع صح؟ ممكن بشكلة. ممكن إن أنا أحجز بيج كبيرة على الفاضي مش محتاج منها غير حاجة بسيطة. فتبنى لي الميموري بسرعة. أنا بسقف، برافو عليك يا محمد. فاكرين الانترنال فراجمنتس اللي احنا قلنا عليها قبل كده؟ محمد أنا كده ما بتدخلش التوالش يا محمد. خلاص يا محمد، حرام عليك يا محمد. تخش فعلا يا محمد. أوكي. خلاص محمد نحطه على جنب كده، ماشي. ما علينا دلوقتي. اشوف محمد قال ايه يا شباب. ان فاكرين لما كنا بنتكلم على الانترنال فراجمنتس، الانترنال فراجمنتس اللي انت بتاخد بيج او بارتيشن من الذاكره، فانت هتحجز بيج، الوحده بتاعتك بيج، هتاخد البيج دي كلها. قبل كده لما كنت بتاخد بيج كنت بتاخد 2 كيلو، فانت لو احتياجك 1.5 كيلو اللي مش هتستخدمه هو نص كيلو صح؟ لكن هنا لو انت عايز 1.5 كيلو والبيج سايز بتاعتك 2 ميجا، انت هتاخد ال 2 ميجا تستخدم منها قد ايه؟ 1.5 كيلو والباقي كله completely wasted. It's a very bad scenario. It's a very 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 bad scenario.
بيعمل حاجة اسمها memory bloat. memory bloat كلمة bloat يعني انتفاخ. هو بيعمل انتفاخ في الذاكرة. يعني البرنامج عايز 3 كيلو بس اللي هيجيله 2 ميجا. فاكر لما اتكلمت معاك في بداية الترم، هو انا عارش اتكلمت معاك في دي ولا لا، لو ما اتكلمتش معاك هتكلم عليها دلوقتي كمان شوية يعني في الفايل مانجمنت. بس قلت لك ان في فرق بين السايز اوف فايل والسايز اون ديسك، قلناها دي ولا مقلناش؟ لا ما اعتقدش، ما اظنش. بس انت لو عملت رايت كليك لأي بروجرام دلوقتي هيبقى فيه في رقمين عندك، سايز اوف فايل وسايز اون ديسك، صح؟ هو ليه؟ هوريك ان هو في الاخر الديسك بيتقسم حاجة شبه البيجز، سميها بلوكس، وبيحصل فيها internal fragment، نفس الفكرة هنا. فممكن السايز بتاع الملف بتاعك يبقى 12 كيلو، بس البلوك حجمه، البلوك الواحد حجمه أكبر. وهضطر آخد البلوك، فحجم أيوه. الملف بتاع الهارد ديسك أكبر من حجمه الحقيقي. فأنت كده هتضيع مسافة أو بتويست مكان في الميموري على الفاضي. اللي أنت شايفه قصادك ده ممكن يديلك out of memory بسرعة. لو برنامجين كل واحد منهم طلب 1 كيلو، أو عملت كذا برنامج يطلب 1 كيلو، ممكن كل واحد كيلو ده ياخد huge page ويستهلكوا الذاكرة بتاعتك في ثانية. يعني انت لو عندك التوتال ميموري بتاعتك زي ما انت كاتب انا 6 ميجا، لو في ثلاث برنامجين مختلفين كل واحد طلب 1 كيلو، الذاكرة خلصت. يعني انت بتستخدم 3 كيلو من اجمالي 6 ميجا والذاكرة خلصت، صح؟ ايوه. ايه حلها بقى؟ تقدر تفكروا في حلقة دي بقى، حتى صعبة بقى، دي حتى صعبة قوي. ايه حلها؟ اللي يقول لي دي، اللي يقول لي دي هدخل دلوقتي على ال 12 بتاعه وال 7 بتاعه، هقفل له ال 12 وال 7. يلا اديله دلوقتي 50 ماركس. ايه حلها؟ يلا عايز تفكير. فكروا، مش هتلاقوها في اي حد. فكروا. طب دكتور ما اشتريت ده الموضوع اللي كنا اتكلمنا عليه انا وحضرتك قبل كده، مش متاكد تقريبا ولا لا. انا قلناها، لو قلناها تيجي لا لا، ده كان حاجه برايفت في الجامعه زمان يعني. اوكي. بس انا مش فاكر بصراحه يعني الحل بالظبط. طيب محمد انت كده كده بليز، انت اوريدي مقفل تقريبا الدنيا معايا، بلاش نجاوب. شكرا. ايوه سبورت للناس الناقصه. وتعالوا نسال سؤال تاني. السؤال بقول لك دلوقتي المشكله هنا الانترنال فراجمنتس كبيره قوي. لو عندنا في المثال ده اللي هو فيه ثلاثه دول، ثلاث برامج كل واحد طلب 1 كيلو، عارف بلاش 1 كيلو، كل واحد طلب 1 بايت، ده هياخد 1 بايت من هنا ويحجز دي، وده هياخد 1 بايت من هنا ويحجز دي، وده ياخد واحد بايت هنا ويحجز دي، بقى التلاتة اتحجز لأن مفيش رام. بالرغم انا مستهلك توتال كام؟ 3 كيلو من اجمالي 6 ميجا والذاكره خلصت. internal fragmentations عاليه قوي، ازاي احلها عشان ده ما يحصلش؟ مش عارف اللي هو دكتور معلش ممكن تعيد تاني بس معلش الحته الاخيره دي عشان انا الكونكشن قطع عندي. لا اوكي دلوقتي بقول لك لو عملت هيوج بيجز، البيج الواحده دي 2 ميجا ودي 2 ميجا و2 ميجا، فلو قمت ثلاث برامج مختلفه كل واحد طلب كيلو بس، 1 كيلو بس، ده ياخد 1 كيلو من بيج ويحجزها كلها، والثاني ياخد 1 كيلو من بيج الثاني ويحجزها كلها، والاخيره ياخد 1 كيلو من بيج الثالثه ويحجزها كلها، بقت كل الميموري محجوزه، مفيش ميموري فاضيه، اوت اوف ميموري. بالرغم انا مستهلك كام؟ 3 كيلو من اجمالي كام؟ 6 ميجا. هل ينفع اخلي البرامج كلها تستعمل بيج واحده بطريقه ما؟ طب قول لي ازاي اعملها؟ لو خلي بالك قلت ثلاث برامج مختلفه. هحطهم كلهم في نفس البيج واخلي البي سي بي بتشاور بقى على اندكس جوه البيج دي لاني بروجرام يعني. ازاي ما انت الاوبريتنج سيستم شايف البيج واحده؟ واحده واحده. هتشير البيج مع كل ال البروجرامز بوظت السكيورتي كده، ممكن اي برنامج يدخل على اي حاجه ثانيه. ان السكيورتي طيب ما اعملهمش كلهم مع بعض واعمل واحد واحد تدخله اما يخلص اعمل اللي بعده وهكذا. هتعطل البرامج
بس ممكن بس هتعطل البرامج عفوا. ايه السولوشن يقدر تحل؟ انا عارف ان السولوشن ده صعب صعب يعني انوفيتيف بس لا يقول لي انا اقفل له عمل سنه ما عدا ال 10 درجات. ما تعملش حاجه زي تايمر يا دكتور؟ او يعمل ايه تايمر؟ شو ان هو يرتبهم او يخلي ان هو كل واحد يعتبر يعني ما يشغلش الثلاثه في نفس الوقت، ممكن يشغل اثنين وواحد يخش وهم قالوا عبد الرحمن بس ده هيعطل البرامج. لا انا عايزهم كلهم يشتغلوا بس طلعوا لي فكره هي تبقى فكره مش لازم نستيك للاركتكتشر ده ممكن تغيره فيه شويه بس طلعوا لي فكره. هو ممكن دكتور ممكن يعني على على حسب ال1 كيلو مثلا انا خدت 1 كيلو فعلى حسبها خليها قدها بالظبط والباقي دوت اخليه بيج تاني او اعمل بيج تاني هكذا الرب دايناميك دايناميك بيج سايز المطار دايناميك مش هينفع. اوكي دكتور معلش هو الثلاث برامج بيكونوا شغالين في نفس الوقت ولا نفس الوقت ولا بسويتش ما بينهم؟ لا شغالين في نفس الوقت. انتوا قربتوا على الفكره بس not the optimal solutions قربتوا. There are no dynamic pages for paging in the sense that the size ما يقدرش يبقى arbitrary. اوكي بس انت ممكن تعمل حاجه ثانيه يعني ما ينفعش اخلي السايز على على حسب اللي انا طالبه صح يعني ما ينفعش بقى قده بالظبط. ما هو مش قده بالظبط بس مثلا نخلي رينج يعني هو لو بالكيلو بايت فنخليها بالكيلو بايت لو بالميجا نخليها كذا. طيب يبقى حلينا زي مشكله التي ال بي بريشر هنقلل شويه بقى بدل مثلا ما حاجه 6 ميجا هيبقوا مثلا 600 كيلو بايت يعني تديهم اجزاء مختلفه صح عايز تديهم بالظبط. It's possible بس هو مش الـ optimal solution. مش عارف يعني مش عارف يعني ليها درجات عبد الرحمن أو كده بس مش هو ده الـ optimal solution. عبد الرحمن طيب ده مش الـ optimal solution. لما تحبوني أقول قولوا لي قول. لا ثواني نفكر شوية فكروا فيه. دكتور معلش هي الرام مثلا دي ما ينفعش دي ان احنا ناخد مثلا external space مثلا من الهارد أو أي حاجة؟ لا 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 ملهاش علاقة؟ لا ملهاش علاقة. طب دكتور هو معرفش دي يعني ليه علاقة بس ممكن مثلا virtual memory احجز فيها الكلام ده؟ ده virtual memory مش هو ده اصلا اوكي okay. طب دكتور هي ليها حاجه علاقه بالتايمينج ولا ابعد عن فكره التايمينج دي خالص؟ انا مش شايف لها انا في مخي مفيش حل في التايمينج بس خلي بالك مش لازم المخ يبقى الحل الوحيد فانت لو قررت تطلعي حاجه بس تطمني بيها اوكي بس يعني اي دو نوت سي حاجه تايمينج في مخي حاليا. نعم انا الحاجه الوحيده اللي جايه في دماغي اللي انا احاول اخلي العدد البيتش تبقى حجم نفس حجم اللي انا طالبه او قريب منه ما يبقاش اكبر منه بكتير كده. عايز ما بقولك بالداتا هل ممكن ان احنا نقسم البيجز نفسها ازاي؟ يعني مثلا احنا عندنا ال2 ميجا و2 عندنا 3 مثلا 2 ميجا او كيلو او وات ايفر هل ممكن نقسم جوه البيج نفسها؟ ما برضه مش فاهم ازاي يعني عايز تاخد دي اللي هو دي عايز اخد جزء منها اخلي السايز بتاعها دايناميك. لا دايناميك سايز تنفع بيج إن يعني تعالى بس عشان اوضح هل ينفع اعمل بيج جوه بيج؟ مين قال مثلا انا قربت عبد الرحمن قوي يعني بحيث البيج الواحده تبقى فيها كذا بيج وبيعملوا فانكشنز بتاعت بيج واحده عادي ممكن نعمل زي بيج انكودنج اللي هو يعني يعني يبقى عندي زي ما هو كان بيقول بيج جوه بيج بس عندي مثلا ادرس البيج دي زائد اندكس معين لما اخش جوه البيج للاندكس فلاني جوه البيج دي ده للبروجرام ده وهكذا. ماشي يعني اوكي بس عايزكم تفكروا اكتر وعبد الرحمن فكر اكتر في البيج جوه بيج دي شويه. اديني يعني هو ممكن بعد اول واحده اسيب حاجه زي يعني المفروض اول واحده تكون بيج في الثانيه وثاني واحده يعني بحيث ان احنا نظبط موضوع السبيس دي لو احنا مثلا سيبنا سبيس انا مش فاهم
يعني لو البيدج، لو احنا ممكن نخلو بيدج جوه بيدج تانية، ممكن احنا اصلا بنعمله البيدج الاولانية نعملها بارتيشنز اصلا وندخلوا فيها البيدج التانية برضو نفس الموضوع، بس موضوع الديسبيس ده برضو مش متخيل هتبقى ازاي، بس انا دي الطريقة الوحيدة اللي شايفها هتبقى كده. يعني لو البيدج هتاخد كل الديسبيس انا والله ما فاهم حاجة، انا اسف والله ما فاهم حاجة. انت تقدر تانوتيت على البورد عندي؟ طيب في حل تاني جاي في دماغي انا، هذا لما انا عامل 3 بيتشز 2 و2 و2 ثانيه واحده سيف، تقدر تانوتيت عندي في البورد تكتب عندي؟ لا انا هقول عادي خالص، انا بقول بس اللي هو لو احنا ممكن نخلو اصلا بارتيشن البيتش اللي هي الاولانيه دي نخلو فيه جزء منها تمام، بحس ان هي تبقى حاجه زي دايناميك كده تمام، واول ما نعمل البيتش دي ممكن اصلا البيتش اللي بعديها دي ندخلها في البيتش في الجزء اللي هو البارتيشن ده بعد ما البيدج العنية اصلا اتعملت. فالكلام ده صح ولا اصلا ولا في حاجه؟ اي اونست تو جاد وحاجات عيالي ما فاهم حاجه. حد فاهم؟ طيب يقول لي. لا انا مش فاهم. لا مش اوكي ام سوري سيف، والله ما فاهم، مش بغلس والله ما فاهم. هو انا قصدي يعني ان احنا ممكن نخلو من الاخر البيدج اللي هي تتكرر تاني مره دي تبقى اصلا جوه البيدج الاولانيه، فاهم قصدي كده؟ دي بيج عامل فيها ايه دلوقتي؟ انا قصدي بقى ان احنا نخلوها بارتيشن، نعملوا فيها بارتيشن تمام، نخلو فيها البيدج الثانيه اللي هو هي هتاخد كل السبيس. يعني انا قسمتها اتنين دلوقتي صح كده؟ اه. ايه بقى دي فيها ايه ودي فيها ايه؟ ما ينفعش بقى يعني نغير بنخلو يعني البيدج الثانيه دي تفت في البيدج الاولانيه، بحيث ان البيدج الاولانيه كده كده هتاخد نفس اللي هي الثلاثه كيلو بايت دورت، ان هي كده كده هتاخد نفس الليست كلها. I am going to say ان it's the wrong solution وربنا يستر، بس انا مش فاهم صراحه هو بس لو بقى انا هو غالبا انا فيها مش فاهم كويس، بس عشان انا كنت جاي متاخر شويه قول عبد الرحمن كان عندك فكره؟ انا مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس يعني بدل ما هم نخليهم ثلاثه بارتيشنز نزود عدد البارتيشنز، فكده هيبقوا يعني بدل الواحد باتنين هقسم الواحد ده باتنين دوت، هخليه اتنين بيجز يبقوا واحد وواحد صح؟ بالظبط. فانا كده مش هستهلك بيجز كلها، وفي نفس الوقت هستهلك عدد برضو it's a good point، بس هي مش the optimal solution او it's not the solution. طيب ايه تاني؟ ايوه انا معاك، ايه تاني؟ سمعني؟ الصوت بيقطع بس صح. هو دايما لما حد يكلمنا على التليفون هو ما بي في حاجه خد اهو. سامعني كده شباب؟ اه سامعين يا دكتور، سامعينك. كل ما حد يتصل على التليفون عشان انا شغال على الباقه بتاعت التليفون ده، كل ما حد يتكلم يحصل المشكله دي. I'm sorry. طيب قولوا لي في حد عنده فكره ثانيه ولا اقول؟ دكتور هو حاجة بس يمكن تبقى هبدأ جامد يعني. قولي. هو كنا خدنا حاجة في سكيورتي اللي هي بتبقى حاجة زي least bit significant، اللي هو تبقى حاجة داخلة في حاجة. لا ده ستيجنوجرافي ده. فتبقى. ملهاش علاقة، لا ملهاش علاقة. طب ممكن أقول أنا خلاص؟ فكرة إن هي هو ده كان قصدي يعني اللي أنت بتريده شوية. لا دكتور ثانية بفكر والله. طيب فكر. دكتور معلش وأنا بس عندي سؤال كده. هو لما دلوقتي في ابلكيشن او وات ايفر بيستعمل مثلا في الفيرست بيج تمام، هو هيحط الحاجه بتاعته جوه البيج، هيتعمل عليها لوك محدش يقدر ياكسس البيج دي؟ يس ذاتس ذا هول بوينت اوف بيجنج، انت حجزت البيج لنفسك عشان محدش يكتب في الحاجه بتاعتك. طب هل مثلا ممكن السبيس الباقيه دي تتحسب على انها فيرتشوال ويتعمل بادنج تحت البيجز ديت مثلا، نقدر نستعمل السبيس دي؟ يو كانت اليونت بتاع الميموري، انا فاهم انت قصدك ايه، بس اليونت بتاع الميموري مانجر از ا بيج، فاول لما انت بتسجل في البي سي بي البيج دي بتاعتك خلاص دي بتاعتك. عشان ما يحصلش مالشس بروجرامز، انت عارف لو الام ام يو اللي هو الميموري مانجمنت يونت بيمنع ان هو اكسس بيج مش بتاعتك، عارف لما يقول لك لما تيجي تشغل بروجرام يقول لك سيجمنتيشن فولت، او يقول لك you try to access memory that is not allocated or you try to access memory that's not yours تمام، ده كده الام ام يو الهاردوير بيقول لك لا انت حاولت تدخل في بيج مش بتاعتك،
البيج بتاعتك انت، وما اقدرش اخلي حد تاني يعمل لها شيرنج الا لو بيبقى في ميكانيزمز معينه لتو بروجرامز جوه وانت بتكتبهم بتسمح بالشيرنج عشان تشير ديتا. ينفع اخلي التي ال بي يشاور على حاجه اكبر من بيج؟ ليه ده انت ده كده بوظتها اكتر. لا يعني مجموعه بيجز كتيره يشاور عليهم. طب يعني هتفرق ما بينهم ازاي؟ طب انا هديكم هنت، مش هجاوب بس هديكم هنت. هو امتى انا فعلا محتاج هيوج بيج؟ برامج حجمها كبير يعني قوي. لما يكون احجز مكان حجمه 2 ميجا. طب قبل ما احجز مكان حجمه 2 ميجا do I need a huge page؟ لا لا لا. ولو عملت huge page هضيع internal fragments صح؟ بس هكسب ايه؟ هكسب performance. مش هحصل page miss على TLB؟ قال لك اوكي احنا نعمل تريد اوف. انا هجاوب ممكن ولا لسه؟ اوكي اجاوب. قال لك احنا نعمل تريد اوف، هنخلي البروجرام، مش البروجرام ده حجز اول حاجه جوه البلوك ده. اوكي لما يحجز حاجه جوه البلوك ده مش هديها له هيوج بيج في الاول، انا هديها له بيس بيج، بيج عاديه. بس همارك الباوندري بتاع الهيوج بلوك كده ان هو بي شباب. يا دكتور معلش I'm sorry I got disconnected I got disconnected انا اسف. اوكي انا هشقعك لو دلوقتي حالا. اوكي شايفين دكتور؟ دكتور ضل. انا جاتلي فكره كده، قولي ممكن اسمي الميموري تبقى للسب بارتيشنز كده صغيرين عشان استغل يعني اكبر جزء من الميموري. اوكي وبعدين الو وبعدين ايوه وبعدين اعمل شيفتنج بقى، يعني هخلي بقى البورت يعني كل بورت هيبقى ليه جزء كبير، ده انا هخليه بقى حاجات صغيره كده. طيب ما كده رجعنا لل TLB pressure، كده رجعنا الضغط. لو هنسيبها صغيره وانا لا بس على نفس بس على نفس الحاجه الكبيره اللي عندي، مش هرجع تاني حاجه. فاهمني؟ لا مش فاهم. قولي لي فاهمني فاهمني بس افهم بس ما مش عارفه اوصلها. طيب بص خليني اقول لك. طيب دكتور هو انا ممكن اقلل عدد الفريمز ولا لا؟ ما انت بتقلل عدد انت لما بتزود حجم البيج بتقلل عدد الفريمز. ده مطلوب ده دكتور. ها معلش هو اخر حاجه يعني هو احنا ممكن نعمل هايبريد اركتكتشر ما بين الهيوج بيجز والبيجز العاديه. That is the solution right. طب ازاي؟ هو يعني احنا عندنا تي ال بي وبيجز وعندنا هيوج بيجز، ممكن نعمل هيوج تي ال بي بحيث ان انا اقدر ابوينت على الهيوج بيجز للحاجات اللي انا محتاج فيها هيوج بيجز. لو مش محتاج هيوج بيجز فانا استعمل تي ال بي عادي. ازاي؟ هو تي ال بي واحد، تي ال بي ده هاردوير واحد عندك في الكمبيوتر ده كاش. اعمل ايه بقى؟ هو انا مش يعني ده اللي جه في دماغي انا بصراحه، مفيش ميكانيزم جوه بس قادر ان انا احدده. الفكره اللي انت قلتها بتاعت الهايبرد سيستم از كوريكت بس هاو تو دو ذا ميكانيزم اصلا قلتها هاي قلتها قبل ما تقطع. طيب اوكي معلش. اوكي انا كنت فاتحه التليفون عايز المايك، عايز تقولي حاجه؟ لا يا دكتور كنت هقول نفس اللي معيد قاله. اوكي طيب so let's say it. انا اقولها لكم وخلاص. it's very difficult. انا مش مكنتش متوقع ان يعني نجيبها في ثانيه عشان كده اديت عليها 50 ماركس بس كنت متوقع حد هيقول. طيب هي بتشتغل ازاي؟ الهيوج بيج بتاعي موجوده هنا. لما انت تيجي تحجز مكان واحد تاخد بيج واحد بس، واللي هيتحط هنا بيج عادي بيس بيج، كتير بيتحط بيس بيج مش هيوج بيج. بس هي مارك سموير في الاو اس ان انت حطيت حاجه بتاعتك هنا. اوكي؟ such that لو جه واحد تاني حاول يطلب بيحاول يديها له في بلوك تاني غير البلوك ده. انت مش حاجز كل بلوك ده، يعني لو الميموري اتملت
لو برنامج جديد عايز بيج اديها له هنا، لكن لو في مكان تاني ممكن ياخد منها ياخد منها. such that اخلي كل ال requirements اللي جايه من P1 اللي هو البرنامج الحجز خانه واحده هنا تدخل في نفس البلوك ده. معايا لغايه دلوقتي؟ وانا شغال base pages، يعني كل ما احجز واحده ده base page جديد، page base page جديد، وازود base pages لغايه لما اعدي نسبه اشغال معينه للبلوك ده. نقول مثلا 60% من السبيس ده اوريدي مشغول. اوكي؟ في الحاله دي اعمل ايه؟ اعمل بروموشن. يعني اعمل بروموشن؟ ادمج كل دول احولهم لايه؟ يوج بيج. واقوم شايل من هنا كل الانتريز بتاعتهم واحط انتري واحده فور وان هيوج بيج. معايا دي ولا لا؟ طب تعالوا نشوف الاول. معلش يا دكتور تاني بس تاني. تعالى نمسحها كلها ونقولها من البدايه. عندي اهو الرام متقسم لثلاثه هيوج بيجز، 2 ميجا 2 ميجا 2 ميجا. هناخد بلوك من البلوكات دول اهو، واحد 2 ميجا اهو، نشتغل عليه. اللي هيحصل فور اكزامبل ليت اس اسيوم ان P1 طلب بيج بيس بيج عاديه اللي هي 2 كيلو، طلب واحده بيج واحده ومديها له هنا في الاولى دي، ماشي؟ حطها له هنا وامارك جوه الاو اس ان اي ام يوزنج، هنسمي ده مثلا A وده B وده C. ان اي ام يوزنج A يعني ايه يوزنج A؟ انا شغلت جزء من ايه، حطيت بيس بيج بتاعتي فيها. بص اللي انا اقوله الحته الجايه دي، ده هيبقى انديكيشن للاو اس ان يفضل لو P2 او P3 او اي برنامج تاني طلب بيجز، مثلا طلب بيج 4 ده طلب بيج 5، حاول ما تديهاش لي هنا. ليه حاول ما تديهاش لي هنا؟ عشان احاول اسيب البيج الاولاني ده لمين؟ ل P1. دي مفهومه لغايه دلوقتي ولا لا؟ تمام. طيب طب لو بقيت اوت اوف ميموري، يعني لو كل دول اتملوا هضطر احط دول في الاولى، بس احاول as much as possible لو في مكان تاني اقدر استخدمه استخدمه واسيب ايه. مفهومه لغايه دلوقتي؟ ليه؟ عشان لما P1 يجي يطلب بيج تاني فور اكزامبل يطلب بيج 2 اديها له في نفس البلوك كده. وخلي بالك انا لسه بديها له بيس بيج، يعني مش بديها له هيوج بيج، انا بديها له بيج صغيره. يعني التي ال بي دلوقتي فيها بيج صغيره، اوكي؟ فيها دي ودي، اوكي؟ فيها بيج صغيره. ولو طلب لو بي 1 طلب واحد تاني اديها له هنا برضو، اوكي؟ لغايه لما نسبه اشغال البلوك ده، يعني عدد البيس بيجز اللي موجوده هنا تعدي رقم ثريشولد، فليكن 60%، ده رقم انا بضربه لك دلوقتي، ممكن 70% 80% زي ما انت عايز. واول لما يعدي 60% بتعمل بروموشن للبيس بيجز دول، بتدمجهم مع بعض وتحولهم لهيوج بيج واحده. وتشيل كل الانترز اللي هنا دول، تشيلهم وتبدلهم بانتري واحده بس. هيوج بيج. طب كده انت استفدت ايه؟ استفدت الباقي من البيج ده بقى فري قبل في البدايه خالص وانت بتشتغل السبيس اللي موجود هنا، انت ده كان فري، يعني قبل لما انت تاخدها هيوج بيج، قبل لما انت تاخد دي هيوج بيج كان المساحه دي فري، اي حد كان عايز ياخدها كان هياخدها. كنت بحاول اديله اماكن ثانيه صح، بس لو اتزنقت هديها له، فما كنتش بيجي لي اوت اوف ميموري. حد مش فاهم الحته الاولى دي ولا لا؟ لا يعني احنا من الاول ما كناش عاملين اصلا اي هيوج بيجز، احنا مقسمين التقسيمه الكبيره دي بيجز عاديه، بس مش شغاله. بس فعلا عندي بلوك في حجم الهيوج بيج، يعني عندي بلوك كده الاولاني ده بلوك الثاني ده الثاني، بس هو مش شغال. انا باخد منه بيجز عاديه وبحجز بيجز عاديه، بس بحاول امانيبيوليت الاوبريتنج سيستم تحط البيجز بتاع كل برنامج في هيوج بيج واحده، في حته لوحدها. ليه؟ عشان لما نسبة اشغال الحتة دي تعدي نسبة معينة احول الحتة دي لهيوج بيج. يبقى انا كده قلت لك ان انت بحتاج الهيوج بيج لما البرامج تحتاج ميموري كتيرة، يعني نسبة اشغالها تعدي نسبة معينة، فانا بستنى لغاية لما تعدي نسبة معينة وبعدين احول البيج بتاعتها لهيوج. فقبل لما احولها لهيوج
انا ما عملتش memory fragmentation، ما ضيعتش الميموري، الميموري لسه ممكن حد تاني يستخدمها، بس حاطط بريشر على مين؟ ال TLB. TLB بس البريشر مش كبير قوي. ليه البريشر مش كبير قوي؟ عشان اصلا عدد البيجز نسبه الاشغال صغيره، اقل من 60%. لما نسبه الاشغال تزيد يعني عدد البيجز في السيستم زاد، كده هيبتدي يحط حمل جديد، حمل كبير على السيستم، او ما انا محول البيجز دول لايه؟ لهيج بيج، عشان اقلل الضغط اللي موجود على الايه التي ال بي. مين مش فاهم دي؟ اللي مش فاهمها يقول، عشان دي مش عيب. ده انا دي حاجه جديده، دي حاجه لسه نزلت 2019 بقولها لكم، اللي انا بتكلم عليه البوليسز بتاعتي. انا حاسس انا مش مجمع قوي، مش فاهم. انا فهمت بس يعني اخد 50% من البونص. طيب اي حاجه سيبنا. انا عايز خمس درجات، مش عايز خمس. البونص وخلينا في البان. اوكي. لا انا يعني هو دي يعني ده اللي انا كنت يعني في جزء منه فعلا اللي انا كنت عايز اقوله، بس انا مش فاهم يعني مش فاهم. انا مش قلت لكم هايبريد ازاي؟ ما حدش قال لي. فمعلش انا مش عارف ادخل في النيه و يعني افترض انت كنت قصدكم ايه. ام سوري. اتس اوكي، مؤاخذه. انا عارف، بس تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل. ايه عندك البيج اهو 2 ميجا، ال 2 ميجا ده اللي هو الهيوج بيج ده، انت مش هتسجله في الاوبريتنج سيستم كهيوج بيج، هتسيبه كبلوك عادي. فليكن مثلا تسميه بلوك ايه. طب ليه بسيبه كبلوك عادي؟ عشان لو جيت استخدمت منه خانه واحده بس ما ضيعش ايه بقيه المساحه، بقيت البلوك اسيبها لاي حد ممكن يستخدمها. اوكي. لكن لو استهلكت منه كذا خانه such that 60% منه بقى مستخدم يعني، يبقى انا دلوقتي جاهز ان انا احول البلوك دي كلها الى ايه؟ هيوج بيج. فانت ما بتحولهاش لهيوج بيج الا لما نسبه اشغالها، نسبه استخدامها تعدي نسبه معينه، تزيد عن حاجه معينه. قبل كده بتسيبها مش هيوج بيج عشان المساحه اللي فاضيه كبيره، فممكن حد تاني يجي يستخدمها. لكن اول لما تعدي نسبه معينه، فور اكزامبل 60%، اوكي لا انا استخدمت اكتر في 60% من البلوك ده، انا هاخده كله لنفسي. لما اخده كله لنفسي بعد كده لو احتجت منه تاني هحط في الحته اللي فاضله، ال 40% الفاضله. بس لو اخدته كله، بس مش شرط ان كل البروجرام يبقى ورا بعضه. برافو عليك. لازم الاكسس اللي موجود عندي ده، اللي هو البلوكس اللي موجود عندي هنا دي، تبقى اللي هي دي الكلمه اللي جايه بقى، contiguous in virtual memory. يعني ايه contiguous in virtual memory؟ يعني ورا بعضها في الفيرتشوال ميموري، احطها في البلوك ده. فهمناها ولا لا؟ اه. اوكي. ممكن اجيب عليها سؤال بونص في الفاينل؟ بونص، مش تمام من الاساس، مش تمام من الاساس، ده مش في المنهج، انا بس حبيت اقول. ماشي. اجيب عليها بونص؟ اكيد يا دكتور. لو بونص قشطه. حلو، يبقى دي تبقى السؤال ده. طبعا هلعب لك فيه شويه بس تبقى فاهم الفكره الاساسيه دي، اجيب لك عليها سؤال بونص في الفاينل، نقول عليه مثلا 5 درجات اللي عايز يزود نفسه جريد. اوكي. حلو قوي. انا كده خلصت الميموري مانجمنت. هنتكلم دلوقتي على الفايل سيستمز. تحبوا تاخدوا بريك قبل ما ندخل في الفايل سيستمز عشان توبيك جديد تشربوا كوبايه ونرجع؟ ماشي، تعالوا ناخد 30 minutes ونرجع تاني ان شاء الله. اوكي. اوكي يبقى نرجع على يعني نرجع امتى دلوقتي؟ 12 وتلت. 12 وتلت كده. 12 وتلت. اوكي ماشي. ماشي. يلا اشوفكم قريب ان شاء الله.